أنتم في الاستماع لبرنامج بكل وضوح دائما رفقة الكاتب والباحث في التحليل النفسي وعلم النفس بروفيسور مامون مبارك دريبي. مرحبا بروفيسور. مرحبا ليلى سناء، بارك الله فيك. الله يبارك فيك بروفيسور. موضوعنا اليوم هو الخصام والبرود في العلاقة الزوجية والتوتر اللي كيسبق الطلاق. فأكيد بروفيسور أن العلاقة الزوجية ما بين الرجل والمرأة يعني كتمر من فترات كيكون فيها مشاكل، خصامات، خلافات لأسباب كثيرة، سواء يعني أمور بسيطة صغيرة كتخص الأطفال أو لا أمور يعني كبيرة تربط يعني بالعلاقه الزوجيه ديالهم، ولكن كاين اللي كيتجوزها، كاين بعض الازواج اللي كيتجوزوها بسهوله، كيشوف على ان راه خلافات عابره وعاديه ما بين الازواج ممكن ان توقع. وللاسف كاين بعض الازواج اللي كيتخاصموا كيقطعوا الكلام لمده طويله، احيانا كتوصل حتى لانقطاع المعاشره الحميميه، وكل واحد يعني في غرفه بوحده وتيفكروا ربما حتى في الطلاق، وفي واحد فيهم تيبدا يفكر في الطلاق. فاليوم بروفيسور نوقفوا نفسيه الازواج اللي عايشين هذه المرحله، وكذلك خاصه نفسيه ديال المراه. كاين بعض السيدات اللي تترفض على انه دائما تكون هي السباقه وتبادر انه تطبطب على الرجل وتمشي هي باش تصالح معه على وجه الوليدات. وخاصه انا بروفيسور نبغي نركز على واحد النقطه مهمه، وانه قبل كان اصلاح البين يعني في العلاقه الزوجيه كانوا كيقوموا به العائله، كان دور ديال العائله، ديال الجيران المقربين، ديال الاصدقاء، وحاليا كل واحد للاسف ولا يعني يعيش بوحده وتيبغي لانه مشاكله يحلها مع الزوجه ديالو يعني بوحدهم، سواء هو غلط او لا تيفضل على انه يعيش هذه المشاكل بوحده ويتجاوزها. هذه المساله ديال الطلاق في المجتمع المغربي والمغاربي والعربي بصفه عامه تفاقمات في هاد العشرين سنه الاخيره كثرت، وهذه المساله ما يمكن الا تضر المجتمع، ما غتفيدوش، لان المجتمع المغربي والمغاربي والعربي ما تبناش لحد الان حول مؤسسات اجتماعيه. لحد الان المجتمع العربي مبني حول مؤسسات امنيه ومؤسسات ماليه. المغرب عنده استثناء بالمبادره الوطنيه للتنميه البشريه، اصبحوا مؤسسات حول نسيج من المجتمع المدني اللي بدات يعطي مؤسسات اجتماعيه، ولكن باقي خصائص كثير. ولكن الا شفنا المجتمع بالاكمل ديالو في العالم العربي كله ما مركزش على خاصيه الانسان، على خدمه الانسان، على رعايه الانسان، قليل هادشي. هذا غادي نمشيو نشوفوا الجانب الفكري والجانب الثقافي. في اي مشكل الشخص غيتصرف وغيرد على المشكل من وجهة العرف ديالو واستيعابه للمشكل. فاللي عنده قدرة الاستيعاب كبيرة كيستوعب المشكل كله وتيرد عليه كله، واللي عنده قدرة الاستيعاب صغيرة غيستوعب منه جانب معين وغيرد على هذاك الجانب. فلهذا احنا في التحليل دائما نعرفه بأن رد الفعل راه مبني على وجهة نظر، ووجهة نظر ديال الشخص راه مبني على ثقافته وعلى عرفه، وهذا الثقافة وهذا العرف مبني على البنيات الاجتماعية. العالم العربي من قبل في الخمسينات، في الثلاثينات، في الستينات، في السبعينات، مبني على ثقافة القوة. إلى حسم باك ولا امك ولا خوك الكبير ما كتبقاش الهضره. فصيغه القوه كانت كتعطي واحد النوع من السياده. فكانت المراه كتزوج ما كتهضرش، وكان الولد كيتزوج ما كيهضرش، ما يمكنش يتذكر مع باه، لان باه واخا الانسان مزوج كان باقي الرزق ديالو كيجي من باه. الا كان تاجر وكيخدموا في الحانوت ما تقدرش تقول لباك الحاج، الا غدا يخرجوا من الحانوت يصبح كيسعى الناس. فصيغه القوه كتعطي صيغه الاستقرار، ولكن الا كانت فيها ذكاء ورحمه. اما الا ما كانتش غير الا كانت غير صيغه القوه والسياده كتعطي الاستقرار وما معهاش الذكاء والرحمه، كتولد لنا صيغه القمع وصيغه القهر. ففي بدايه التسعينات والألفين
تبدلات الثقافة في المجتمع العربي، وطمحوا الناس للديمقراطية، وطمحوا الناس للحرية. تحققت الديمقراطية والتعددية السياسية، ودخلوا ناس في ثقافة الحرية، زولوا صيغة القوة والقمع اللي كان، وحيدوا معها صيغة السيادة. تحرروا من صيغة القوة وصيغة القمع، تحرروا منها. ولكن ملي دخلوا المجتمعات العربية حتى المغرب، دابا نتكلم على المجتمع، ملي دخل في صيغة الحرية والديمقراطية، السيادة اللي كانت من قبل كتجسدها القوة والحسم ديال الأب وديال الأخ الكبير وديال الجد وديال الجدة، اللي كان فيها واحد الانفلات وكان فيها قمع لما ما متفقش معاها. ولكن دابا كنقول لكم شنو غيوقع، غندخلوا المجتمعات العربية الحرية، وغندخلوا الديمقراطية والتعدد السياسي وكل شيء، وعرفنا صيغة المقاضاة والمحاكم، وتزولت صيغة السيادة، ما عرفناش نعوضوها. فدابا لاحظوا معايا، غتلقاو ناس في المحاكم أكثر من 20 عام. من قبل ما كانش هاد الشيء كيكون، كنتي كتمشي للمحكمة استثناء مرة في 10 سنين. صيغة الحرية غرقات المحاكم. وماشي غرقاتهم من ناحية الكم. فرنسا عدد الملفات اللي كتروج راه فايقه، فتتفوت بثلاثة المرات عدد الملفات اللي في المحاكم المغربيه. ولكن حنا لا، حنا راه يخرج من التجاري ويمشي يمشي الابتدائي، يمشي الابتدائيه اخرى، يمشي الاستئناف، يمشي النيابه العامه، يمشي الشرطه، يمشي يلقى حل. ناس مشاو خداو الحريه وميعوها، علاش مابقاش الحسم؟ اما كو قدرنا نديروا صيغه ديال السياده والحسم، نعاودوا نرجعوها، اش غيولي؟ غادي يولي ملف كيروج في المحاكم تيدار ليه ملف موحد، ويتبعو قاضي ويلقاه مشى لمحكمه اخرى يستدعي هذاك الشخص. علاش مشى لمحكمه اخرى؟ ياك حنا حسمنا في هذه النقطه هذه، ما يقدرش شي واحد يديرها في العالم. انا نقول لكم دابا والله لا دار شي واحد، لان غتنوض الجمعيات حقوق الانسان وغادي نوضوا كذا، لا من حقه يا سيدي، من حقه ايوا تفرج. فهنا لاحظتي هذا حوار فكري خصنا نحطوه في المجتمع. ايه بغينا الديمقراطية، ايه بغينا الحريات، ولكن الا زولنا صيغة السيادة راه غندوزو صيغة الفوضى. من قبل كنا في صيغة القوة والسيادة، ولكن كان معاها القهر. دابا زدنا صيغة الحريات، خصنا نرجعو بذكائنا بعرفنا صيغة السيادة خصها ترجع. واش نحطوها في القانون؟ واش نحطوها عند القضاة؟ واش نحطوها عند مجلس الشيوخ؟ المهم خصنا نخلقوا مؤسسة نعاودوا نرجعوا لها صيغة السيادة، لأن الحرية والديمقراطية بلا صيغة السيادة راه كتعطي الفوضى وحنا عايشين فيها. دابا غنمشيو نشوفوا القرآن الكريم اش كيقول في الباب، في سورة النساء في الآية 35 تيقول لنا الله سبحانه وتعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. لاحظوا معايا، غادي يسالي لنا الله بجوج ديال الأسماء، عليما عليم وخبير. لاحظوا معايا، غادي نركز فابعثوا حكما. أنا اللي كيهمني هذا، راه الفقهاء والعلماء عارفينها، أنا اللي كيهمني اليوم أنني غنفوضها اليوم في هذا الباب ديال الحريات، وفي هذا الباب ديال الديمقراطية، وفي هذا الباب السيادة. واش صدفة دولينا على حكما اللي هو صيغة من صيغات الحكم؟ اش كتعني الحكم؟ الحكم هو القطع والفصل النهائي. الحكم هو القطع والفصل النهائي بين أمرين، جوج الأمور كتجلس ما بين يد حكم كيحكم. لاحظتوا معايا، الله سبحانه وتعالى وضع لنا مفهوم حكم. ما معنى حكم؟ أنه عنده السلطة يحكم. والآية الكريمة القرآن وجهوا للصلح، حيت الحكم راه تيحكم بالانشقاق بالطلاق وتيحكم بالصلح. شوف الآية: إن يريد إصلاحا، أن الله سبحانه وتعالى قال لهذاك الحكم غنعطيوك سلطة وغنعطيوك قوة ونفوذ، ولكن بغيناك توجه القوة والنفوذ للصلح. إلا مشيتي للصلح يوفق الله بينهما. فلاحظوا معايا، واش صدفة أن غادي يسالي بعليم خبير؟ وأنا دويت اليوم على صيغة الحرية وصيغة الديمقراطية، وأن المجتمع دخل
في واحد تملك فوضوي فوضوي، ناس عايشين بالفوضى. فملي واش سؤالنا واش خص الحريه تكون ولا ما تكونش ديمقراطيه؟ انا شخصيا مع الحريه، كون ما كانش الحريه ما نكونوش في هذه البرامج وما نكونوش في هذه التحليلات وما نكونوش في حريه التعبير، انا معها. سؤالي كنقولها للمفكرين وكنقولها للمثقفين وكنقولها لعامه الناس، واش هذا الشيء اللي كنشوفه في المجتمع كيرضينا؟ انه شي ما بقى كيسمع من شي؟ لان فاش غيصلح الحكم اللي غادي يصلح ما بين الزوج والزوجه في الفراق؟ قبل الفراق اللي كيكونوا يلاه يتخاصموا، فين غيصلحوا الا كان الراجل ما غيسمعش من قبل؟ كانت في ثقافتنا العربيه الا جا قدامك واحد الشيخ كبير في السن، ولا جا قدامك امام، ولا جا قدامك فقيه، ولا جات واحد الجده، ياك خبارك انا الجده ديالي كانت ملقبه بالصالحه، كانت كتصلح ما بين الزوج، كنت كنمشي معاها ملي كنت صغير. هادشي انا ما عرفتش من الجدود، ملي كنت صغير كانت ما كتشوفش مزيان، وكيجيو العائلات عندها للدار وتيقول لها رحمه، يا سميتها رحمه، راه فلان وفلانه راهم خاصمين، رانا فرمرتو. وانا تنجي من الابتدائي بكويا ستي ووت، وهي كتشوف مزيان كتقول لي يلاه ديني، وكتحط يديها على كتفي وكنبدا جارها كنقول لها فين غنمشيو؟ كتقول لي غنمشيو عند دار فلان. وتنتمو غاديين غاديين، تخيل انا غادي واحد ستي ووت سبع سنين هكاك ثمان سنين، حتى تنطلعو وتتجلس هي وتتريح مع مول الدار، تشرب كاس لاتاي مذاكرات، عاود ليها على باه، تتعرف جدو، تعرف كذا، حتى السيد كيتفتح الموضوع وكتقول له مالك مع بنتي؟ اش دارت لك بنتي؟ هاد العفريته نصوتوها على قلقات كل شنو كاين مالك؟ حتى تتبرد ليه خاطرو. وبعض النوبات كنت كنشوف انه بعض الرجال ما كيبغيوش ليها، وتتحيد الفولار ديالها وتلوحو عند رجلو وتخرج ليه الشعر هكا احمر، وتقول له ودابا انا عريت راسي عليك وخليني نمشي مبهدله، قالت ليه بلا والو. فكانوا الناس كينوضوا يتحناوا يهزوا الفولار ديالها ويبوس لها على راسها ويغطي لها راسها، يقول لها صافي صافي الله يخليك صافي عافاك عافاك، تقول ليه والو انا ما نغطيش راسي، تجيب لي يا بنتي صافي تصالحوا دابا. لاحظتي هذاك السياده اللي كانت عندنا في ثقافتنا؟ كان عند الناس هيبه، كانوا كيخافوا، يقول لك عندك تخرج شوكتك، تخرج هذيك المنصوريه، تخرج شوكتها عندك. كانوا الناس كيخافوا بالاحترام. فهاد العرف هذا غادي تيقلل، باقي الحمد لله في المغرب. فحنا الا بغينا نربحو خصنا نحافظوا عليه، ما خصناش نستعملوا فقط الثقافه الحريه والديمقراطيه ونمشيو لمؤسسات قانونيه ونتملصوا من 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 الالوان ديالنا، نتملصوا وندبالوا ونزولوا علينا واحد الثقافه اللي عريقه اللي كان فيها حكم. كان هاد الناس عندهم حكم، ماشي حكم قانوني، حكم مجتمع، حكم العرف. دابا لاحظوا معايا انه تتصيفط حكم من عائلتها ومن عائلته وتيتلاقاو، وكتلقى واحد فيهم كنزز، كتقول ليه دخلت عليك بهذا، ما يعرف لا دخلت عليك لا والو، تقول ليه نعال الشيطان. غيرت الامور في الاخر كتولي غاسيروا المحكمه. فاحنا اليوم بغينا نرجعوا المغاربه يعاودوا يفكروا باش يعاودوا يخليوا حي هذيك العرف اللي كنا رابحين به في الماضي. إلا سمحتوا مستمعينا غادي نتوقفوا للحظات مع فاصل، وغادي نرجعوا دائما نواصلوا رفقة الكاتب والباحث في التحليل النفسي وعالم النفس بروفيسور مامون مبارك دريبي. موضوعنا اليوم الخصام والبرود في العلاقة الزوجية والتوتر اللي كيسبق الطلاق. ومرحبا باتصالاتكم الهاتفية المباشرة على 05 22 46 52 51 52، ولا 05 22 43 00. ورجعنا لكم مستمعينا دائما في برنامجكم بكل وضوح رفقة الكاتب والباحث في التحليل النفسي وعالم النفس بروفيسور مامون مبارك دريبي. لحظات وغادي نبداو في استقبال مكالماتكم الهاتفيه والاس ام اس للرقم 5080. اللي عندكم اي تساؤل اتصلوا بنا على 05 22 46 52 51 52، او 05 22 43 00 09، ولا تواصلوا معنا حتى عبر الاس ام اس للرقم 5080. غادي تكتبوا في الاس ام اس ماد ام او دي، غادي تخليوه في فراغ صغير، تكتبوا التساؤل ديالكم وتبعتوا كل شيء للرقم 5080. بروفيسور قبل ما ناخذوا يعني نفتتحوا بالمكالمات، بروفيسور وانت كتكلم نتكلم قبيله يعني على السياده، ولانه للاسف واش حنا ما تنعرفوش نخدموا ما بين يعني السياده دائما اما خص يكون فيها القهر والقمع، ولا تحولات يعني الحريه كتولي فوضى وكتولي تمييع، واش الوسطيه؟ واحد العديد من الناس كيظنوا بان المجتمع العربي او الافريقي ما صرحش ليه الديمقراطيه
وبأنه هو كحل الراس صالح ليه القمع والعصا. أنا ما يمكنش هذا الفكر هذا نتقبله، والعديد بحالي يفضل مني ما يتقبلوش هذا الفكر هذا. المجتمع كيف ما كان لازم ليه توعية ولازم ليه تثقيف. شتي بحال شي واحد شريتي ليه واحد الكمبيوتر ولا واحد الآلة وما جبتيش ليه هذاك الكتيب اللي كيوريك الاستعمال، حرمتيه من هذيك الآلة. دابا حنا شحال في سياراتنا عندنا دي فونكسيون، راه كنعرف ناس والله ما تيعرفوا 10% ديال لي فونكسيون سياراتهم، حدو تيعرفوا يبرك على الجي بي اس، تليفون، موسيقى. ما هو راه عنده دي، انا واحد النوبه جالس مع واحد المهندس او ما يسمي نفسه بالمهندس، وقال لي غندير لك الدياغنوستيك الكترونيك لسيارتك. قلت له واخا، جاب الكمبيوتر برونشاه بقيت جالس حداه كنشوف، كيدخل المنيو كيبقى يدير اون 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 ويخرج ويشوف شنو دارت، وعاود يرجع ويدير اوف اوف اوف. قلت ليه عفا ولدي اشرح لي اش كدير، قال لي لا ما غتفهمش. قلت له ولدي واخا ما فهمتش اشرح لي، لانك قلت له ولدي راه كتورك على هادوك اون، ما عرفتي علاش كيصلح هاديك، عفا ولدي حيد البريزيرك وبعد مني. لاحظتي بانه شركات الاعلاميه العربيه من المغرب للخليج القليل منها التي يعطيك برنامج ويعطيك كتاب كيفاش تعلم البرنامج، ما كيعرفوش يصيبوا المانيوال ديالهم، ما كيعرفوش، كيعرفوا يبرمجوا، والبرمجه ديالهم كاوتيك. البرمجه ديال المقاولات الاعلاميه في العالم العربي كاوتيك، ما عندهاش ساس، كل مقلعه، بمجرد ما كتعطي نتيجه كيصغرتو. المقصود ماشي خصها تعطيني نتيجه، خصها تكون غاده بصيغه الاعراب، فيها المبتدا وفيها الفاعل وفيها المفعول به عمرك ملي كنا كندخل البروغرام كنا كانك ندخل الصالونات، دابا كتدخل دي بروغرام الفوضى العارمه. وشوفوا معايا في العالم العربي بشحال كتساهم هندسه الاعلاميات في البي بي ديال الدول العربيه، شوفوا، وشوفوا الهند، وشوفوا دول بحال تايوان بشحال كيساهم الاعلاميات في البي بي. اي شركه اوروبيه ولا امريكيه ولا يابانيه مشيتي خديتي من عندها برنامج الاعلاميات كيعطيو كتاب فيه جميع اللغات، ماشي غير كيفية الاستعمال، وحتى كيفية إعادة البرمجة للبرنامج اللي باعولك، يعني كيعطيك صيغة العلم وصيغة المعرفة. احنا في المجتمع ديالنا احنا كنشوفوا غير هاد البرامج ديال الفن. دابا حاليا كاين دو فويس في جوج دول، دو فويس كاين في لبنان ومصر وكاين في فرنسا في نفس الوقت، برنامج نفس الاسم واخدينهم بجوج مع المقاولة الأمريكية بجوج. كتمشي لدو فويس فرنسا اللي حيطها القانون كتلقى بانه التصويت ما غيبدا حتى الحلقات الاخيره. كتمشي لدو فويس العربي التصويت 24 ساعه على 24 ساعه، بلاد فيها القانون في اوروبا وفرنسا مأطره، وبلاد فيها الفوضى، دخل مع راسك الفلوس ودير ما بغيتي. مرحبا. حديثنا مازال متواصل في برنامجكم المفضل مع إنوي. إنوي عبر كي بغيتي. زين بلدان، برنامجكم سياحي وثقافي جديد على ميد راديو. زين بلدان يقربكم ويعرفكم على جميع معالم بلادنا من طنجة للقويرة. زين بلدان كل يوم سبت من 3 حتى 4 العشية مع مصطفى عبد الكريم على ميد راديو، الإذاعة القريبة منكم. إذا غادي نمشيو مباشرة نستقبل مكالمتكم الهاتفية، ومعنا أول مكالمة معنا إيمان من الدار البيضاء. ألو؟ ما أقول له علاش هذا السويت هذا؟ ألو؟ ألو إيمان كيف حالك؟ لالا سناء صباح ديبا لاباس عليك؟ الله يبارك فيك. صباح لالا لاباس عليك، الله عليك، تو أدوغابل. بارك الله فيك، شكرا. الله يبارك فيك، ميرسي بوكو. الله يخليك نهضر مع بروفيسور. مرحبا لالا، مرحبا. وي بروفيسور، صافا سيدي تبارك الله عليك، الله اللي غيجازيك بخير. الله يخليك. انا تو با اي داكشي زعما داكشي راجلي كنبقى نقول شوف غير يقول لي البروفيسور مامون راكي غالطه،
صافي ما بقى سيدي نقولك اسمح لي كون بها. لا اله الا الله 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 والله سيدي لا زعما مني بديتي زعما الحمد لله زعما زعما تبارك الله عليك. الله يبارك فيك يا لاله ايمان. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يخليك وليداتك يا ربي. امين حمد لله مسلم يا ربي. امين الله يسلمك. نعم لا نعم سيدي. الله يجازيك بخير. انا شويه عندي فيا الوسواس والمهم صريحه ولكن تري نيرفوز. شحال في عمرك لاله ايمان؟ عندي 37 ماريي عندي دو زونفون. سبحان الله صوتها ما غاديش مع 37 سبحان الله العظيم. تفضل تفضل. 37 عندك جوج ولاد؟ 37 وعندي دو زونفون جوسي ماريي. ايوا المهم عندي باك بلوس 2 كنت انا في شي لافورماتيك دو جيستيون. ايوا ما كنت مع راجل اختي في داكشي ديال هادشي ديال لي زورديناتور وهادشي وما بقيتش مع لي زونفون وهادشي صافي جلست. ايوا ودابا مع ساكنه ريت شوسي وعندي واحد لاكاف كنت زعما ندير فيها شي حاجه ما راجل زعما ما عرفتش شنو ندير فيها. ايوا زعما بغيتك زعما تقول زعما تنصح لي ندير شي حاجه حيت عييت عرفتي الملل عرفتي زعما عييت. لا حول ولا قوه الا بالله. بحالاش بغيتي دير؟ شنو بغيتي دير بحالاش؟ وانا زعما عندي هادشي اللي خدمت داكشي ديال ستوك داكشي ديال لافورماتيك داكشي ديال لافورماتيك دي جيستيون في لي سوسيتي ديال هادشي ديال لافورماتيك ديال لي زورديناتور. كتعرف كتعرف ستوك انايا هادشي الان. كتعرف تصيب دي سيت انترنت؟ كتعرف تصيب؟ تعرف تبروغرامي ان سيت؟ لا سيدي ما نعرفش. الو انا نصيحتي لك تشوف شي شركه اللي غيصيبوا لك ان بورتاي. نعم بورتاي انترنت ان بورتاي ان سيت ان سيت دو فونت بار كوريسبوندونس. دابا حاليا العديد من المقاولات في الدار البيضاء ولا في المغرب ما عندهمش الوقت اللي يمشيو يتقداو لوازم اللي خصهم في الشركه او في الدار. فاذا درتي واحد الموقع ودرتي فيه هادشي البيروتيك ودرتي فيه جميع الحويجات اللي غادي يخصوها الوليدات اللي غادي يخصو مرات الدار اللي غادي يخصو وما تاخذش ستوك بزاف تاخذ غير عينات هي وحده 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 وغتبقى دير لو ريفيرونسمون الايميلينغ. الايميلينغ انك غتبقى تصيفط واحد الايميل اون نومبر واحد العدد منهم 10000 ايميل و20000 ايميل ولا 50000 ايميل على قدر اللي قدرتي تاخذ من 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 لي زانوير وهذا راه مشيتي خديتي غير لانوير غتلقى لي زيميل ديال الناس. فهذاك اللوكال ديالك غديرو بحال فيترينا غتصيب واحد الشركه خاصه بيرسون فيزيك وغدير معك واحد الكرسي وتعرف بالبورتاي ديالك. حاليا دابا راه اصبح عندنا البيمون الكترونيك في المغرب ساهل ولاو الشركات والاشخاص كنخلصوا بلا كارت فاذا ما غادي يكونش عندها صعوبه ولا مشاكل في الاداء. الستوك تاخذ غير واحد العينات والناس يكومونديو مثلا في الصباح وهي بالكرسي ديالها تمشي تاخذ السلعه اللي غادي توصل وكتاخذ الكوميسيون ديالها. فهاد لي سيت عندهم حاليا نجاح في المغرب لانه ناس مشغولين راجل ومراه خدامين تيبغيو غير يشريو غير البابي لامبريمونت ديال الدار ولا لامبريمونت البيرو. السيد خدام والسيده خدامه ما عندوش الوقت يسالي يمشي حتى لهذاك المحل. الا دخلتي للسيد ولقيتي واحد البورتاي تيقول لك انا كندير البيروتيك تندير كذا كندير كذا كندير كذا كندير كذا كتكليكي على البرودوي كتاخذ منه واحد الكونتيتي تخلصه وفي العشيه. شكون اللي غادي يجعل الناس يثقوا في هذا الموقع انها تيكون عنده عنوان؟ الناس راه ما تيشتروش من واحد الموقع ما عندوش عنوان. الى لقى ديبو في الزنقه الفلانيه واحد النهار كيدوز طوموبيلتو هذيك الزنقه وكيطل كيبان ليه المحل هو كاين. اما الى مشاو ناس لقاو غير باج انترنت ما عندهاش عنوان قار في واحد البلاصه كيخاف لان تيقول لك هذا غندوزو ليه نشريو ويقدر يكون هو كما كاينش كاع في المغرب راه يقدر يكون في بلاصه ونوليو. اما اذا لقى المعلومات التجاريه الار سي الباتونت والعنوان المقر ديال المقاوله ومع دابا عندها اللوكال هذا هو اللي غادي يساعد المصداقيه باش الناس يشتغلوا. واخا نتمنوا لها التوفيق ان شاء الله. تحياتنا للامام من الدار البيضاء وغادي ناخذوا الحسين معنا من مراكش. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الدكتور كي داير؟ مرحبا سي الحسين بارك الله فيك. لاباس عليك؟ بارك الله فيك خويا. بخير صحة لاباس؟ الحمد لله وشكر لله. عافاك بغيت نسولك عندي واحد المشكل مع الوالد ديالي مع با. ما عنديش واحد التقارب بيني وبين با. نتصور ان با ما تنبغيش حتى انا بغيت حداه. الله الله.
علاش؟ انتني ما عرفتش يعني تنشوف الدري صحابي تيمشي معاهم والضران تيهضروا مع باهم تيضحكوا معاه زعما واحد اسميتو ما عنديش حتى شويه من هذاك الشيء اللي مع الدري صحابي يعني ما فهمتش وبا تنخاف منه انا بعد على خاطر يخلعني بواني تنخاف منه ما تاكلش ما تبغيش نقعد حدا نلقايه في الدار عندي مشكل ما هو هذا الشيء بديت 20 سنه شحال في عمرك سي حسين؟ دابا 22 وهذا الخوف امتى بدا؟ نقول لك من ايامات شي 3 سنين هذه تقريبا قلت لك ملي دخل 20 سنه بين 20 سنه و 19 سنه وبدا هادشي هذا واش من قبل في الصغر كان كيضربك كان يخاصم عليك ولا شنو؟ وكان ديما تيفضلني على واحد خويا صغر مني بعامين طانا تنطلب لي واحد الحاجه وما تيجيبهاش وفاش يمشي للسوق الاخر يقدر يجيبها لخويا اللي هو وما يجيبهاش لي انايا يعني. الله الجمله ديالك مسكين خرجت معكوسه كيفضل خوك عليك قلتي كيفضلني على خويا لا اله الا الله شنو العمل ديالك سي الحسين؟ انا دابا كنخدم في مجال ديال القباص. ديال القباص؟ كتربح رزيقك عندك شي سياره ولا مازال؟ كاينه شي سياره؟ عندك شي سياره ولا مازال؟ لا لا لا. ملي دابا الوالد شحال في عمره دابا هو؟ بدا شي 63 دابا. صحيحته مزيان ولا مريض؟ لا هو باقي صحيح ما مريض ما والو. وباقي تيخاصم عليك بحال اللي كان ولا تبدل؟ باقي تيخاصم شي شويه بصح حاجه يخاصم عليك قالها ما عنديش هو بحال اش كيخاصم بحال اش دخلتي مع الطلي غوت عليك ولا لقاك تفرج في شي برنامج كيغوت عليك بحال اش كيخاصم تيخاصم عليك بحال درتي شي حاجه وبعد الخطره زو واحد القضيه مثلا انا ما تيعيط ليا في التليفون واحد الخطره ما تيبغيش يجاوبوا كاع ما لا حول ولا قوه الا بالله ما تنبغيش يجاوبوا ما عرفتش علاش لا اله الا الله واخا سي الحسين نعطيك راي في هذا الموضوع اخويا مرحبا مشكور حسين على تواصلك معنا من مراكش غادي نجاوبوا الا سمحت بروفيسور نوصلوا باقي المكالمات لطيفه من قول ميم الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله صحه الحمد لله الله يبارك فيك لاله تفضلي كي دايره الدكتور لاباس لاله لطيفه مرحبا لاله مرحبا دايرك لاباس لاباس لاله بخير بغيت بزاف احبكم الله ورحمه الله عائلتنا الحمد لله بارك الله فيك خير وانا الصحه كنسمعك كتبغي الصحه يا لاله رانا احبابي وخوتي شلوحه لاله احبابي بخير لاله بخير لاله شريفه الله يخليك ويطولي عمرك الله يخليك لاباس لاله لطيفه لاباس مرحبا تفضلي لطيفه شنو تساؤلك تفضلي غير عفاك نقول لك على سميتي دائما انا الخوف شحال في عمرك شحال في عمرك لاله لطيفه؟ 37 وهذا الخوف هذا من امتى؟ من صغري ملي عقلت على راسي كنخاف على كلشي الحشرات الا شتي غير دابا كنكون في الدار بوحدي كاين شي الدراري المدرسه يدخل شي واحد ما سمعت الباب صافي يطرى عادي الله 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 اي دائما هكا ملي عقلت على راسي وشفتي شي طبيبه شريفه ولا مازال؟ لا ما عمرني شفت لا خصك تشوف طبيبه لاله لطيفه الله يخليك وصيك دابا الى سخون الحال دار تحت كنقد كاع بارده وما كنقد لاله لطيفه كاين ادويه الله يعطيك الستر كيعطيوها الاطباء لهاد كتنقص من الاعراض الخوف والانسان الحمد لله بخير وعلى خير الحمد لله فالله يرضي عليك بغيتك تمشي عند الطبيب العام تما بقول ميم والا هو نصحك باش تشوف شي اختصاصي سير شوف الاختصاصي الله يعطيك الستر ولكن سير عند الطبيب العام تما بقول ميم واشرح ليه هاد الاعراض قول له ودي راه كنخاف من الحشرات راه الا تزدح الباب كنتخلع لان شريفه واعر عليك هادشي اي غير كنتخلع واعر عليك لا شريفه الا ما كاين راجل دابا الا مسافر ما كينعش لا واعر عليك لا لا تايكون هو لا مرتاح لا شريفه واعر عليك لان دابا انت في هاد السن هذا 37 وفي هاد الحاله هذه ايوا لا قدر الله دائما هكا دائما لا واعر عليك شريفه الله يعطيك الصبر غتشوف طبيب في الطب العام غتشوف واحد في الطب العام وغادي تاخذ ادويه وإلى الطبيب هذاك الطبيب العام شاف بانه خصو يصيفطك عند اختصاصي خصك تمشي عند اختصاصي لان هاد الاعراض ديال الفوبيا كيتطور كيتطوروا ماشي شتي لاله بحال واحد السوسه في السنه ما عمر السوسه ما كتحبس كتبقى تنخر فعلا كتغطى تهري بالسنه وتدخل لك العرق ولقيتي اللي كتوصل العرق كيولي حاله السعر كيولي الانسان مسعور بالالم راه كاين اللي كيزول السنه باللقاط باش ينعس واش وصلنا نخليوها تتنخر ليها في البنيه ديالها راه كذلك البنيه النفسيه الانسان ملي كتكون فيه السخانه بزاف اش كنقول لك بدي هترف وشوف غير السخانه وما كتخليش الانسان يهضر مقاد ما بالك بنيه الخوف كتبقى غدا حتى الانسان واحد النهار كيحماق تولي غادي في زنقه كيجري كيولي غادي كيحيد حوايجه
تولي الانسان اللي هضر معاه يسب فيه، لان صافي هذاك الحد ديال الصبر ما بقاش النفس ديالنا عندها القدره. فهنا نصيحتي ليها، الله يخليك لاله وجميع الناس اللي عندهم بحال الاعراض هذه، ما تحاولوش يبقى الانسان غير بالزعتر ولا باللويزه ولا هكا قال لا 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 لا، الحاجه الزعتر واللويزه راه بوحده. ايوا الحاجه على دابا ملي تيكون البرد كنشربوا الحامض ونديروا شويه ديال الزعتر وشويه ديال هذا البن، ولكن الا كان تعف وندخل الميكروب واش شربت تعيا في الزعتر، راه خصك المضاد الحيوي، خص الانتيبيوتيك. ومن فوق الانتيبيوتيك الى قدر الله كان الانسان عنده بنيه مرضيه بحال شي واحد الله يستر فيه في الفياش سيرو بوزيتيف المناعه طايحه، ولا شي واحد عنده اضطرابات في الغدد وعنده جهاز المناعه مخربق، هذاك راه خصو زائد على الدواء خصو ادويه اخرى اللي كتعاون جهاز المناعه. فهنا راه كذلك في الامراض النفسيه كيتبدا في الاول باحاسيس، كيبدا الانسان كيحس وشو ديك الاحاسيس ما كتضلعش البال، كتولي اضطرابات وتيصبر مع الاضطرابات وكتولي امراض. وملي كيوصل الانسان للامراض وما كيضلعش البال كيدخل في حاله الهدايا عندي شيرير، كتقطع واحد الوتيره وتيولي الانسان بحال شي كابل بحال كنقول بالدري تقطع عليه الخويط، تيولي الانسان تتزدح الباب ويبدا يسب فيك ويضربك ويعاير. سير عاف اختي الطب العام راه تيعرفوا راسو سون دو ميدسان، تيعرفوا يشخصوا هاد الاعراض وتيعرفوا يتريطيوها، كيعرفوا يعطوا الادويه ديالها. وهما ملي نشوفوا بانهم نصحنا بواحد الاختصاصي نمشيو عنده. خذوا باقي المكالمات معنا. هاجر من اكادير، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حسنا كي دايره بخير؟ لاباس الحمد لله. مرحبا بتواصلك. مامون لاباس عليك؟ مرحبا لاله هاجر، مرحبا لاله. لاباس بخير؟ كيداير حبيبي اكادير؟ الحمد لله بخير. لاباس لاله لاباس مرحبا. لاله بارك الله فيك. تفضل. عافاك المهم سميتي هاجر ياك، عندي 30 عام. كنت كنعرف واحد السيد ياك مدة 5 سنين. وتخطبنا. المشكل الاول كان والدي يحتاج زعما هما شلح وانا عربيه ما بغاوش ياك. المهم من بعد جا خطبونا ياك. ووقع واحد النقاش بينه وبين اختو ومرت خوه ياك. وما عرفتش شنو بقاو، ما عرفتش شنو قالوا ليه، صافي ما بقاش كيهضر معايا. دابا انتوا مزوجين وما كيهضرش معاك؟ لا مخطوبين هلي. عيب مخطوبين. تعرفتوا 5 سنين. 50 وحنا كنتسناو كتعرفوا وملي والوقيته اللي وافقوا الوالدين ديالو على الزواج ديالك عاد بانوا كل شيء بان بان ما عرفتش. وحاولتي تستفسري؟ ما هضرش معايا، ما عطانيش فرصه نهائيا. دابا ما كيجاوبك لا في التليفون لا والو؟ ما كيجاوبني ما والو. واحد دابا في شهر 11 نور فاش تخدمنا شهر واحد وقع داك المشكل. شنو هو هذا المشكل؟ مرت خوه وختو تناقشوا بيناتهم، درت فيها انا مصلح اجتماعي ياك. ومن بعد جلسوا بيناتهم اتفقوا على اساس ما كاع داكشي اللي دار بيناتهم رجعوا عليا انا. الله ياك. وقالوا لي صافي فوالا حنا المهم تناقشنا وسوء تفاهم، حنا غنوليو عائله يعني هادشي بلا ما يسيقوا لي الخبر ما ينطر. قلت لهم صافي واخا. جلسوا من مورا سيمانه صيفطت لي وحده ميساج قالت لي شوفي ما بقيتيش تهضري معنا، ما بقيتيش تجي عندنا. قلت لي الاخر صيفطت لي الاخر عاود ميساج ما بقيتيش تهضري معنا، ما بقيتيش تجي معنا، حنا ما عندنا ما نديرو بيك وحنا هذا وحنا كنا عايشين مرتاحين بلا بيك وهذا وهذا. لا حول ولا قوة الا بالله. جلس هو عاد كنصوني ليه ما كيجاوبنيش، كيصوني كنصوني والو، حتى لواحد شي مدة شي شهر تقريبا عاد جاوبني. قال لي ايوا المهم انا غنهضر معاهم ونشوف شنو كاين. صافي من تما عاود اتصل بك ما والو؟ لا ما بقى اتصل بيا ما والو. ميساج اللي خسر عليا، يا ريتني كون سمعت، يا ريت كون سمعت، كون كنت سمك. يا ريت كون كنت سمك. صافي قولي لي لاله هاجر. نعم. اشنو تيبان لك انت في هذا الزواج؟ الزواج المقبل. منو ولا ما منوش؟ ما منوش. ايوا جمعي راسك، جمعي راسك. شتي عاف اختي الزواج راه ماشي كنبغي واحد وكيبغيني واحد، تنحب واحد وتيحبني. الزواج واش قادر ولا ما قادرش؟ اما راه اللي يبغي راه موجود، شحال من شاب راه قادر يبغي 100 بنت،
وشحال من بنت راه قادرة تبغي 1000 ولد، ولكن راه البغيان ساهل. راه شوف ورا البغيان هذاك 10 ايام والشهر والعام الاول البغيان راه كيتقاضى. واش غادي تكون النفقه؟ واش غادي يكون الاحترام؟ واش غادي يكون الصبر؟ واش غادي يكون المساعده؟ واش المراه ملي غتمرض غادي يعاونوها العائله؟ غادي يجيو النساء في الدار يهزوا الوليدات وغادي يشقاو؟ راه ماشي امر سهل. اما باش تعجبني المراه ويعجبها الولد واجي نتعانقوا ونمشيو نديروا عرس ونشطحوا، هادشي راه سهل. المعقول هو اللي كاين. شنو هو المعقول؟ هو واش قادر على تحمل العبء المراه ملي كتكون في حق الشهر وكتكون متعبه وكيكون خاطرها مزير؟ واش الراجل غادي يبقى بعقله ولا غادي يمشي يبدا ينقز؟ المراه ملي كتكون كتوحم وحامله وكتولي خاطرها مخسر، واش الراجل كيتبت ولا يبدا ينقز؟ لانه راه تما اب غادي يولي. علاش دابا ولادنا كتشوف العديد من العائلات كيشكيو من ولادهم؟ ها انعدام تركيز، ها الحركه المفرطه. وسير شوف بعدا الوالدين كي دايرين. المراه كتوحم، الراجل معصب، تا هو يتوحم، تا هو هي تتقيا هو تيغني. الدري ملي كيتزاد ما كيلقاش شي ناس بعقلهم غيقابلوه، باغيين يقابلو راسهم، وهو مسكين عارو على من عطاو الخدامه تقابلو. الخدامه لقات مسكينه بدا اللي قابلتها هي بعدا نيت. المجتمع راه حتى خربقنا المسؤوليات. خص واحد يكون ناضج. ملي ما قادرش نحسم انايا مع امي ومع اختي، اشنو وصلني لبنت الناس؟ اختي في محلها، امي في محلها، وبا في محله، وخطيبتي وزوجتي في محلها. شكون اللي كيعطي لي كل ذي حق حقه؟ الرجل. تيقول لاختو اختي عافا اختي من جهه خوك اللهنا ديالك، من جهه خوك اللي هي ماشي ديالك. دخل العصا فوق راسك. اتغضب اختي تشرب البحر، تغضب امي تشرب المحيط، لانهم ما ظلمتهمش. كلمه حق تنقولوها، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مشي عندهم ما نقول لها امي ولدك من هاد الجهه اللي هنا، من هذيك الجهه اللي هي امي ما شغلكش. غتقول لي جبت الجوكر السخط والرضا، نقول لها ما خدامش. والام راه كتحترم ولدها اللي راجل، وكتحترم بنتها اللي مراه، كتحترم. حنا كان ملي كنكونوا صغار كنويلوهم، سب امك ويعير امه ويضرب امه ويشير عليها بالمصايب ويدير فيها ما بغى، يكبر ما يبقاش يقدر يهضر معاها. سبحان الله شنو كتنولي. ملي كان صغير كان يعيرها ويسب فيها ويضربها كاع ويدير فيها ما بغى. ديك الساعه ما كانش كيخاف من سخط الرضا. واختو يتنادف معاها يحيد لها كاع الشعر وزرق لها العين يدير فيها كل شيء. نهار كيجيبوا بنت الناس عاد كيولي حنين، عاد كيولي كيخاف من سخط الرضا. سبحان الله. تاجبتي مسؤوليه وغتعمر عاد غتخوي. هذه هي وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء. لانه كنت انا بغيت نخاف من السخط ورداك اختي من عيك وانا صغير، ما نهش عيني في امي، ما نهش عيني في اختي الكبيره، ما نديرش. حتى لا مشيتي بهذه الثقافه حيت كلها نقولوا، وترى حنا كنعرفوا الحقيقه ديال البلاد. تقول لهم ولو نعس عاودي لراسك، سالي انتي نعسي شغلك، وضولي تراجع قليها ويقلبها. وملي كبر يتزوج، نعم الحاجة وليدي ما عاجبناش، واخا امي راه والده المرا، راه والده. راه والله شفت حالة لاله للسيد مطلق مرتو حيت امو ما تقدرش تنعس بلا بيه. يا تي شحال في عمر المرا؟ راه فايتة 70 عام. هذاك تحبي راس بوحدها في الدار، راه عامر عليها الدار، ولكن عندها هذاك اللي قال لك زوين عزيز عليها. وتخيل المرا بالولاد طلقوا باش ما تسخطش عليا امي. وان جاهدك ان تشرك بي ما بغى يقراها حد، ما بغى يقراها حد، خليه يقرا النمل، النمل كيعرف ليها مزيان. غادي ناخذ سناء من اكادير. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله. كنت انا بخير الحمد لله. تفضلي سناء. بغيت نهضر معكم. مرحبا لاله. مرحبا. اش نقول لك البروفيسور؟ والله الا احنا بلا بيك ما كانش واو. لا اله الا الله، حشم الله بنتي. والله حشم الله. كنستافدوا منك بزاف. حبكم الله ورسوله بارك الله فيك بنتي. واخيرا قضيت لي الخط معكم بعد 4 سنين هذه. لا اله الا الله. كنحاول. لا اله الا الله. مرحبا. انا مشكلتي شحال في عمرك؟ شحال في عمرك؟ انا في عمري 23 سنة. امتى تزوجتي؟ تزوجت عندي تقريبا 18 هكا 19 سنة كاع. الحب هذا الحب.
فعلا. لقيتيه لقيتيه لقيتي الحب. كنت تقول لنا ماشي اي حاجه بغيتو. صالح علي ماشي الشيء اللي بغينا عليكم. ولكن دابا صافي وقعت دابا راه العواقب ضخيمه. قول لي الحب لقيتيه لقيتيه فعلا ما كاينش هذاك غير العشق والغرام. فعلا خاصنا ناخذ اللي يصلح لنا ماشي اي حاجه بغيناها. لا اله الا الله. ايوا الحمد لله. تفضل يا بنتي تفضل. انا مشكلتي مع عائله راجلي وراجلي حتى هو. الام ديالو ما عارف منها معايا ما كندير ليها والو كتشكي على بناتها خصوصا واحد لوستير ما ساكنه معايا ما والو قريبه لينا ولكن كتجي هي ديما كتحاول كتستفزني كتبغي كاع اي حاجه كنديرها كتقول لي راه ماشي هي هذيك وكتضربات كاع معايا مني ما كنصراج لي ويعني هاد الشيء وقع تقريبا 3 سنين هادي وعاود ثاني وقع في صداع نيت في هاد الايام ديما يعني صداع ديما كيوقع يعني عاود ثاني هاد الايام بزاف كاع هزيت حوايجي بغيت نمشي لدارنا يعني حتى واحد ما غاديش يهضر معاها والمشكلة ماشي غير في لوسيتا الأم ديال راجلي كتحرض عليا البنات الآخرين اللي أنا ساكنة معاهم. لالا سناء يا سيدي باغا تسلكي خصك تولي فيروس. الله بقى عقل على لي فيروس كيفاش كيخدموا لي فيروس باش كيدخلوا للجسم ديالنا كي تيديروا. الو الو بي كنسمع بروفيسور. فيروس ان فيروس كيفاش كيدخل للجسم ديالنا كيفاش كيدخل واش كيبقى خارج الخلايا الجسم ولا كيدخل داخل الخلايا؟ دوك هو يمكن كيبقى برا حتى كيدخل داخل الخلايا. وكيفاش كيجعل الخليه تحل ليه الباب؟ يعني يلا عطاتو الفرصة. شتي كيفاش كيجعلها تحل ليه الباب؟ كيوهم ليها بأنه هو اختها أنه خلية بحالها. فهي كتحاور مع اختها كيفتحوا البيبان وكتعطيها الأدوات وتاخذ منها أدوات تاخذ منها حويجات كيوهم هذيك الخلية بأنه خلية بحالها. شتي ملي يكون عندك حنا في مجتمع غالب عليه انضطار البنية الفكرية صافي؟ العديد من المغاربة والعديد من العرب ما عندهمش حاليا قدرة على أنهم يفكروا ما بقاش العقل فتيفكروا بالغريزة إلا تخلعوا كيهجموا إلا شبعوا كيضحكوا إلا عندهم الفلوس كيضايفوا إلا ما عندهمش الفلوس كيطفوا التليفون ويسدوا الباب شتي كيخدموا غير بلي بولسيون عديد من الناس كيخدموا هكا فهذا هو اللي كنقول لكم سلحفات لأن السلحفات عندها أن سيرفو غيبتيليان اللي هو سيرفو بريميتيف بدائي كتفكر ميمي طعام مرحاض دودو مفترس خلعة هرب هذا هو السلحفات عمرك غتلقى شي سلحفات كتلحن بحال الطير ولا كتغرد لا 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 والو الا شبعانه كتبقى جامده في واحد البلاصه السلحفات الا جا الجوع كتلقى هذا قدامها نيشان 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 تلقى ربيع تاكل تدير الخروج وتنعس بلاصتها هذا هو لو سيرفو دابا حاليا اللي كاين في العالم العربي هو هذا اغلبيه الناس تيخدموا بلو سيرفو غيبتيليان واجبات بولسيون غاسازيي يمشي عنده الفلوس مهم دي بزوان فملي كنطيحوا وانتوما هاد الجيل شباب سمحت بروفيسور غادي نتوقفوا مع فاصل ونرجعوا نواصلوا مع سناء من اكادير وكذلك نجاوبوا حسين مراكش ونواصلوا باقي المكالمات. تواصلنا المباشر مازال مستمر معكم مستمعينا دائما في برنامجكم بكل وضوح رفقه الكاتب والباحث في التحليل النفسي وعلم النفس بروفيسور مامون مبارك دريبي مازال كنستقبلوا في مكالماتكم الهاتفيه تفضل بروفيسور نكملوا مع سناء من اكادير. دابا العائله اللي كيكون في واحد التجمع بحال هذاك القطيع ديال اللبؤات راه اللبؤه الشابه راه ما يخليوهاش اللبؤات الكبارات تتناسل مع الاسد راه هو اللي تيحسم فالوقيته اللي اللبؤه هذيك الماترياركال اللي شاده القطيع ديال اللبؤات كتشوف واحد الشابه تيميل ليها الاسد كيمشيو يهجموا عليها تيعضوها تيفرسوها يقدروا يقتلوها فخصها تخضع لهم وتتحني الراس ولكن الغريزه ديال التناسل ديال التكاثر اللي فيها تعاوداني كبر من خوف اللي ركبوه فيها فشنو تدير تتمشي تتهرب لواحد البلاصه وتتلقى الاسد وتيتناسلو الى الاسد حماها وجبر هذوك اللبؤات بانه يتقبلوها كيتقبلوها اما الى مشى ما حماهاش القتيله كيقتلوها كيشدوها تيقتلوها او كيجريو عليها فراه نفس القانون
راه غير الفرق ما بيننا وبين الوحوش هو الثقافه والعرف. شتي تحيد الثقافه والعرف للناس كان صبحوا اقل من الوحوش في التنظيم، كانوا ولوا فلس. فدابا هنا شابه مسكينه 23 عام ما عندهاش هذيك العرف ديال التحارب، شتي ما عندهاش العرف. عشان هذا كنقول الناس ردوا البال. دابا هي مسكينه بنت الاصل، بنت الناس، ما تعرفش تعاير، ما تعرفش تكامش، ما تعرفش تسب، ما تعرفش تشد لي يقطع لك، ما تعرف كاع هادشي. تلاقات واحد دار ليها الاشهار تزوجت، دابا المدرسه ديال الدنيا وجبات عليها غتعلم، وجبات عليها غتعلم. اول حاجه غنعلموها الحيله، الحيله والقوه بجوج. خصها تمشي تولي قويه، والنهار اللي تجي تدور بها هذيك اختها تشدات نتفها مزيان، هذيك نتفاتها وترد لها تنتيف. تخيل الدريبي قال لك ولات تجينا هذه بالعنف. لا راه فين هذا بروفيسور صعوبه كيعيشها بزاف الناس. خاص تكون عندك القوه، خاص تكون عندك القوه تجي عندك للدار تسبك وتهز عليها اليد، تسد هي الباب وتشدها وتنتفها مزيان، وتنتفها في العشيه وغدا تدير الحلوه الصباح. تخيل، لانه شتي ملي كيكون عندك سيتوياسيون ان لوجيك راه وجب الجواب بالابسورد، راه ما كنجاوبوش لي لوجيك بلا لوجيك، ما كيفهمش لا لوجيك، خصك تجاوبو بالابسورد. انا ما داير ليها والو وجاي للدار تتعاير فيا وتسبني، غنسلخها وغدا نقول لها ما كنت ضربتيني البارح، ورا انا اللي سلختها، ها هو اللي ضربتيني، انا ضربتك، انا جيت غنعنقك، ها هو طرشتيني وطرشتك، علاش طرشتيني؟ انا راه يدي ما كتغطرش الشيء ديالي، ربط الحرام هاد اليد، انا ولينا سكيزوفرين، غنبقى نجعل يدي عندها اراده بوحدها. انا هاد اليد عندي. واحد السيده مسكينه كتمشي لعند نسابه، السيده طبيبه مستوى علمي، تعرضوها نسابه، مات راجلها وخواتها راجلها كيعرضوها تعشى. قالت لي يا استاذ غير نمشي نتعشى كاع ولادهم كلهم كيجيبوهم لي ندير الفروض. قالت لي كنبقى نتكرفص مع الدراري، نتكرفص الا قالت لي قلت عييت يعايروني وينقصوا مني ويتخاصموا معايا، الا ولادهم ما جابوش نقاط مزيانين يعايروني وينقصوا مني، الا ما مشيتش يعايروني. قالت لي مزاوك فيك دير لي حل. قلت لها ساهل الحل، غتمشي وغطيحي بالمسلمين. قلت لها غتمشي ودي راسك تسكنتي وتبقاي تهترفي وتركلي. قلت لها وخليهم ينوضوا يتجاراو معاهم، كيخافوا هاد الوحوش هادو كيخافوا من الجنون. قلت لها دير راسك مسكونه واللي جات حداك عطرشيها، ماشي انت اللي طرشتي، راه مسلمين اللي فيك اللي طرشوا. ولا تفيقي تقول لك نسيبتك اخت راجلك طرشتيني، ناري اختي راه هادوك الجنون اللي فيا والله ولاد الحرام ما كنعرف اختي كاع فاش كنعقل درت. قلت لها ولكن طرشي والديها حتى تحولي لعينيها، باش قلت لها يبداو يخافوا من الجنون اللي فيك. قلت لها ما نقدرش، قلت لها ما غتصالحيش معاهم، لانه خصنا ندخلوا للهمج من باب الهماج عاد نخرجوه. اما تمشي عندها دوي معاها فرونسي تقول لها مي سي با نورمال، ما جو فيان ديني فو مغامني، ناري ما غيفهموهاش، ما تفهمش قضيه، ما يتقبلوهاش. الراجل ما عندوش دراع، لان كون الراجل راجل كان خصو يجي في الوسط ويقول له اختو اختي واش انت ولادك، هاك يا اختي 100 درهم سيري جيبي استاذ الدعم بعدي ليا من المراه تما كتهلكوا لي فيها. لا ما يقدرش. اذا شنو خصني ندير؟ اختي نتسطى، اختي نولي حمقه، هذاك الحماق الحماق سوسيال نجدب. فهنا هاد البنيه مسكينه بين سنه 23 عام ما غتعرفش ليها، فهنا خصها تكون بحال الفيروس. ملي ما قادرش ترد عليهم بالتهمه جيت، خصها تمشي بالحيله. شنو هي الحيله؟ ندخل والدين تصيلتها هذيك الخت في كل شيء الاسرار، حتى كيفاش كتنعس مع خوها تعاود له كل شيء. اختي شنو نعاود لك؟ راه خوك عرفتي كيفاش وهادي قول لها تسولي لي ماماك، خصكم تقولوا لي كل شيء عاودي ميعي كل شيء عاودي كل شيء. الراجل يجي يلقى كاع الاسرى ديال الدار عندهم كل شيء. شرا لك بنانه، قول لها اختي شرا لي بنانه، اعطاك 10 دراهم اعطاني 10 دراهم، ردي راسك ما عندكش العقل. حيت هما تيبغيو بحال هكا. هذا كيتسمى لانسيست ستركتورال. شنو هو لانسيست ستركتورال؟ هو واحد ماشي كيشوف لك فورمتك ولا لباسك، باغي يشوف لك حتى السوفيتمون ديالك كيفاش لابسه. كاين اللي مأدب ما تيخليهش يوري السوفيتمون، انا والله تنوريه ليه، باغي تشوف السوفيتمون مزيان هاك شوف ها هو يلا شوف اللون، بغيتي كاع تشوف شي حاجه اخرى من غير السوفيتمون توريها لي. شتي هنا فين الاخر تيتلف، ما كيبقاش عارف واش انت ديرها حيله وذكاء ولا انت حمق. الوقيته اللي كتدخل هاد لالا سنة مع العرف مع 5 سنين مع 6 سنين دير معاهم هكا، يخرجوا مع 3 د العشيه مغديه جلسوا يديروا الكوتي
ما ديرش الكوتي بالبتي بان ودير الكوتي بطاجين، لان راه الحلال في عز عليهم اللحم. تخسر الفلوس، يعطيها راجل 1000 درهم تمشي عندها تقول لها انا ما كنعرفش نصرف خبيها ليا، الحيله تقول لها خبيها ليا. ولا عرفتي ديري ملي يبغي راجلي يصرف علينا تصرفي علينا اختي، انا ما كنعرفش والله اختي، انا يدي متقوبه الحيله، حتى تولي هذيك اختو هي البسطام، لان البوفوار كيحماقوا عليه غير البسطام مش بفلوس. ها تعطيها الفلوس حتى يولي هو ناعس مع اختو، حيت هو داكشي اللي باغي، تولي فكريا جابت ليه اختو للدار سكنتها ليه. لقيت اللي غيعدف حيت هو اصلا عدف اختو، راه ما حملهاش غير هو لاختو، كثرت ما هي غدوب تولي انفيزيبل، غادي يولي ماسق مع اختو، مع هو اصلا كون كان باغي اختو كتبقى في الدار. حتى زعما توريوني الحب ما بين الاخوه في عند العرب، يا امي يا امي كبالا يتقاتلوا عليها مساخ الوالدين كبالا، وملي تولي نسيبه يولي صحاب سبحان الله، تولي بنت الناس وسط منهم ولا ولد الناس تيولي سبحان الله احباب، وهما ملي كانوا صغار كبالا يتقاتلوا عليه، تيقتل واحد يقتل الاخر. فاش شتي هذا الجهل اللي باقي عندنا في المجتمع، الناس مساكن هادو الجيل المعطوب ولدو جيل معطوب، جاو هادو الزين الجيل الزوين طاحوا وسط منهم. شتي خصك تبقى عندك الكراباس ديال التماسيح، الجلد البراني ديال التمساح، وخصك لداخل تخبي العصفور. اما لا مشيتي حتى ما ركبتي جلد تمساح وشافوك عصفور، انا راه في خبارك راه ماشي كنلومهم، انا غير بغيتهم يسلكوا معاهم، حيت لا عاشرتي الاسد عندك تصحاب راه غادي تربيه بحال القط، الاسد ماشي بحال القط. حديثنا مازال متواصل في برنامجكم المفضل مع انوي. انوي عبر كي بغيتي. احمد سير ديري مع وحدك. والله ما عندي زهر، شوف هذاك البلاد ديال ولد عمي والخيرات اللي عنده. ما تقولش ما عندكش الزهر، قول تبارك الله والله يزيدو. ولد عمك راه دار مزيه، مشى حدد بلاده وحفظها، دار ليها البلان، حفظ حقه وحق وليداته، راح حفر البيرو وبنى الكوارة، هانت الدار طلع على جوج طبقات. الله يهديك، ما تتسير المحافظة، حدد لنا البلاد وحفظها ودير ليها البلان، اش هي تزاد قيمتها نضمن حقي وحق وليداتي، ناخذ حتى حنا كريدي وبعد نبنيو داكشي اللي غنبنيو كله غادي ندخلوه في التيتر بحال ولد عمك، ونعيشوا بهذا الخير كله تبارك الله. عندك الحق، ونوض انا نمشي للمحافظة. التحفيظ الوسيلة الوحيدة لحماية ممتلكاتكم والرفع من قيمتها. نوصلوا باقي المكالمات معنا. عبد اللطيف من رحمنا. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل سامي. الله يخليك، بغيت نهضر مع الدكتور. انت معنا مباشرة في البرنامج، تفضل. كنشكرك الدكتور بزاف. مرحبا سيدي عبد اللطيف، مرحبا. انا تقريبا بحال الاخ اللي هضر قبيله مع الوليد. مع الوليد ديالي. لا اله الا الله. ما احنا دابا في العربيه. شحال فهمك سي عبد اللطيف؟ 21 عام. وكان انا صغير في خوتي، وخوتي كل واحد خدام. شنو العمل ديالك؟ انا ما في الفلاحه، هادشي ديال السلاحه و... خدام مع الوليد. بدون مقابل. لا حول ولا قوه الا بالله، يعني كتسرح البهايم وتمشي للفلاحة وتدخل تاكل وتنعس صافي. نقدر نفيق مع 6 الصباح وما تدخل حتى 8 العشية. لا حول ولا قوة الا بالله. ولا خصك الفلوس باش تحسن ولا تلبس الحوايج ولا شي حاجة، كيعطيك شي حاجة ولا ولا؟ مرة يعطيني مرة نديبان مع الوالدة ولا مع شي واحد. وما لقيتيش شي خدمة في شي موضع آخر؟ أنا دابا تقريبا صابر أنا قبل الوالدة ديالي. بحالاش؟ هي عيانة الوالدة ديالي شوية مسكينة. شنو عندها؟ مريضة، عند المريضة بالدهار والكلاوية. وخوتك الاخرين؟ اللي خدام خدام واللي كيقرا كيقرا. ولكن ما فهمتش انا، دابا انت كتبقى تما على الوالدة، يعني الا ما خدمتيش تا غيخرجها تخدم هي ولا شنو؟ هذاك الشيء اللي كاين، ما تيسبها وكل شيء. ويخرجها تخدم هي؟ اه. حسبنا الله ونعم الوكيل. واخا. هو دابا كي الماكلة ديالته كياكل بوحدو، كيتفرج بوحدو، كيجلس بوحدو، ما كي لا كيتماش معانا بالمرة كاع.
واخا ولدي عبد اللطيف نعطيك رايي في هذا الموضوع. واخا مشكور على تواصلك معنا عبد اللطيف من رحمنا. غادي نجاوبو هو وحسين مراكش. غادي ناخذو مكالمه اللي بقات معنا ناديه من مكناس. غادي نتوقفوا لحظات وعندك ساعه نرجعوا ناخذوا باقي المكالمات. الو ناديه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لاله سناء مرحبا. مرحبا لاله. كنشكركم على هذا البرنامج. لا شكرا على الواجب لاله. الله يرحم الوالدين. الله يبارك فيك. والديك عافاك شي شيء بوسيبل. انا عندي واحد البروبليم في كو جافي 6 ans ولا 5 ans. انني كان مارس العاده السريه. مزوجه دابا ولا لا؟ نو. شحال في عمرك دابا؟ 29 ans. Depuis l'âge de 6 ans. وي. شحال بكم اخوه واخوات في الدار؟ فرير في غارسون غارسون ايفي. شحال البوزيسيون ديالك في لا فامي في لا فاتري؟ في النص يعني ثوازيام. شكون اللي قبل منك ولد ولا بنت؟ ولد وبنت. الو وي كنسمعك لاله. ولد وبنت. واخا لاله ديالي نعطيك رايي في هذا الموضوع. مرحبا الشريفه. مرحبا تفضل البروفيسور نجاوبو عبد اللطيف. و الراجل هو اللي تيوقف في وجه الظلم. المراه ما عندهاش نفس القوه بحال الراجل. والظلم ما يمكنش الراجل يسكت عليه. فكيفاش كنوقفوا في وجه الظلم؟ يا اما غنواجهه يا اما غادي نخوي البلاصه. فنصيحتي للسي عبد اللطيف الاول مازال الحسين حسين ماشي نفس الشيء. حسين غير مخنوق. اما عبد اللطيف مظلوم. الحسين راه كاين في النواحي ديال بنقرير. راه قلت لكم السونتر ديال رحامنا سكيلز الفضل راجع لو سي بي الله يجازيهم بخير اللي اسسوا هذا المركز مجاني للدعم النفسي للشباب. ودابا هذا المركز الثاني اللي حلو واحد في رحمنا هو الاول والثاني حلو في مدينه يوسفيه. ففيه دي بسيكولوج وفيه دي كوتش اللي تيشدوا بيد الشباب وتيساعدوهم ويحلوا معاهم مجانا. هذه امنيه وحلم كنت كنحلو المغرب. الحمد لله ملي حققت هذه المؤسسه الفضيله الله يجزيها بخير. كنتمنوا على الله مقاولات اخرى تاخذ المثال منهم وتدخل حتى هي تاسس مراكز بحال هذه. فالحسين نصيحتي ليه يمشي لرحامنا سكيلز ويلقى الدعم تما باش يحيد هذيك الخنقه وذاك الخوف. اما عبد اللطيف حتى هو في رحامنا هو خصو يمشي من تما. هنا الحل ديالو فلاح والمنطقة رحمنا بالذات دارت استثمارات كبرى في حقول ديال الهندية باش يستخلصوا الزيد الهندية اللي هي مطلوبة وكتباع بثمن غالي. وليكوبيراتيف التعاونيات الفلاحية كتار تما. غايلقى الخدمة غير يلقى الخدمة. واخا يعرف يزرع الهندية في شي أرض شي واحد وياخذ حقه من الأرض ولا من الغرس مع الناس. علاش الحل هو خصو يمشي؟ لانه بمجرد ما يخدم ويكري يهز الام ديالو يجيبها معاه. شي راجل هو هذا الراجل كيدير حل يمشي نتعب واحد 6 شهور عام نقول له يا امي غتصبري 6 شهور عام ونمشي نطير الليل مع النهار ونلقى خدمه ونلقى المحسنين يعاونوني غير ندير بيت وفيه كويزينه صغيره وفيه واحد الفراش نمشي نهز الام ديالي ويلا جا المجحوم نطحنو. تبرم من با قول لي با عمي زديتها ديتها والله وجيتي ها هي دارك ها رزقك الله يعاونك والله وجيتي ما تشوف اللي ما يعجبكش. شي خصنا نكونوا راه حنا المسلمين في معركه بدر راه الاسلام جعل الابناء يحاربوا الاباء. فراه كيف بدا الاسلام كيف غير يستمر على في معركه بدر الابن هز السيف على باه سهله ولا واعره راه صعيبه باش الابن يهز السيف على باه. ولكن من اللي جاء الاسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان امرنا هذا ليس بالهزل ولكنه الفصل. ما كنقولش الابن شنق على باك وضربه ولكن تبرى منه قول له با انا هزيت الوريده
نديتها ما نخليش انا امي مريضه وتنوض تتفلح وتنوض تخدم تنشوفك كتموت قدامي. هي هزاتني ملي كان ملي كنت فكرش انا هزه دابا وكنقول له والله يبا اسمع نقول لك هذا فراق بيني وبينك نتلاقاو عند الله حتى الولد ديالك ما بغينا فيه والو نهار تموت نصدقوه والله ولحقتي للدار ودرتي شي حاجه راه ما تشوفني ما يعجبكش ديك الساعه شنو لان راه فرق ما بين العربي والاعرابي راه مصيبه هاد ثقافه الاعرابي القسوه وما يشوف غير راسو شغلو جوه تموت المربل شغلو جوه يتعوج ليها العمود الفقري ما شغلوش شغلو انه ما يخلصش خدام الى خدمه المراه وشغلو الى خدمه البنت ما يخلصش خدام وشغلو الى خدمه الدري ما يخلصش خدام حساب طمع فين هي صيغه الانسانيه لاحظتي هذاك الفكر اللي دويت به في الاول ديال القوه والقهر هو هذا باقي دابا انا كندخلهم الديمقراطيه والحريه والعداله نصيحتي ليه يمشي هو الاول ويهز الام ديالو اما بالنسبه للناديه وفيما وصفته بالعاده السريه اشنا هي وظيفه الجهاز التناسلي الوظيفه ديالو الاولى هي ادخال المتعة وصيغة المتعة عند الشخص والوظيفة الثانية والوظيفة الثانية ديالو هي إحداث النسل وفي نفس الوقت عنده وظيفة من اللي كيضطرب من اللي كتضطرب هذه الصيغة التناسلية وصيغة المتعة من اللي كتضطرب كتولي كتعبر هي البنية المضطربة كتعبر من خلال عظم الأعضاء فلوت كيسميها لا سورشارج دو لورغان يعني وراه معنى اللي جا كيتعبر من خلاله فواحد الشخص غير جالس وتيدير صبعه في نيفو تصبح عنده انتيك راه تيعبر من خلال هذاك العضو على بنيه واحد غير جالس وكيغمز بواحد العين كيعبر بنيه كتعبر من خلال العضو الا استطاع الانسان يفهم تعبير البنيه داخل العضو كيزول هذاك التعبير من خلال العضو لأن النفس لما تعاني تتكلم بالأقوال اللي كيكون إنسان كيعاني نفسه كتتهضر من اللي ما كتلقاش اللي يصغي ليها كتدخل في مرحلة الاضطراب ومن اللي ما كتلقاش اللي يصغي لها كتدخل في مرحلة الأمراض دابا هي دخلت في مرحلة الاضطراب انه هو اللي عندها واحد الإدمان على واحد العضو في الجسم ديالها هذا الإدمان أصبح قاهر كيغلب عليها فهنا غتمشي تشوف من هذه بدات الأنوثة عندها والأنوثة عند البنت كتبكر عند الذكر كتبدأ معنويا من ناحية المفهوم ابتداء من 3 سنين وكتبدأ جسديا ابتداء من 9 سنين 10 سنين اما في المعنى البنت كتفخر قبل الذكر والمجتمع العربي بالاغلبيه ديالو ما تيعرفش يربي الانثى تيؤد روح الانثى كيزول منها الانوثه ما يخليوش البنيه ديال 4 سنين ديال 5 سنين ديال 6 سنين تطول شعرها وتلبس الكسوه وتضحك دائما عيب ما ديرش هكا عيب ما عيب حتى انه الفتاه والانثى تتولي تترفض الأنوثة ديالها كتولي حاقدة علاش زادت بنت فعندي عقل برمجوه الجهال أنها ترفض الأنوثة وعندها بنية تطلب الأنوثة اصطدام كيوقع اصطدام بين البنية اللي هو الحال وما بين العقل اللي دار البرمجة دياله شكون اللي غادي يغلب البنية كتغلب العقل فكتولي البنية كتقول للعقل لا أنا أنثى فالتعبير على هذا هو تتمشي لخاصية الأنثى خاصية الأنثى ماشي هو الشعر خاصية الأنثى ماشي فقط هو الصدر خاصية الأنثى الأولى قبل ما يكون لا شعر ولا صدر كيكون الفرج فكتمشي كتشد النفس في هذاك العضو اللي كيمثل الأنثى وكتبقى تتخذ منه القرار أنا أنثى أنا أنثى أنا أنثى أنا أنثى أنا أنثى ففي نفس الوقت اضطراب البنية ديال الأنثى تيعطي إدمان
على المساس بالعضو ديال الأنثى. فهنا شنو خص الفتاة تدير؟ كيخصها ما تبقاش تأنب ضميرها لأن كاين إحساس بالذنب، مسات العضو كتولي تعاير في نفسها. لا، على الإنسان لك الناس عارف راسو يدوش كدير فيه، عارف الحركات اللي كيدير بجسمه. ناس عاشوا تجارب في جامعات أمريكية سجلوهم كاميرات هما ناعسين، السيد صباح وسيد صباح تيفيق تيقول ليه عقلتي شنو درتي في الليل؟ تقول ما درت والو كنت ناعس، ما درتي حتى حاجة. تقول ما درت والو، تيدوزو الفيلم ديالو. عمرك تشوف السيد ولا السيدة تيجلس هو ناعس شوية ولا جالس وكيغوت وكيهز يده ويبدا يحك نيفه ويدير صبعه في ودنه ويحاول يدير صبعه في صدره ويبدا يحك فيلم؟ تخيلوا ما تيبقاش عاقل، تيبقاش عاقل، تيقولوا شنو درتي انت؟ السيده كذلك حركات الصوات، تيقول لها واش عقلتي شنو درتي في الليل؟ ما درت والو كنت ناعسه. كنتي تفرجي اب كيدوز الفيلم حتى كتشوف. فلهذا الانسان في حاله اضطراب النفس ديالنا عندها قدره انها دير لك بحال شبه تنويم، هو راه فايق وراح لعينه ولكن تيولي مهيمن عليه مفعول فيه. فهنا خصها تفعل صيغه الانوثه. ثانيا الى كان الاضطراب ديال الانوثه تقاس بزاف خصها تتبع باش تعاود دير احياء صيغه الانوثه، حيث راه كاين الصيغه ديال الاضطراب الصغير والاضطراب الكبير اللي فيه التفاقم اللي كيعطي مرض. الا دخلنا في الاضطراب الكبير ما بقاش بوحده تصلح، خصها لي ساعده. فهنا هذا ما هو الا عرض تيبين لنا ان البنيه الانوثه مضطربه، تيبين ان بنيه الانوثه مزعزعه، البنيه العاطفه، الوظيفه الجسم، لا فونكسيون ديال لو ديزير، الوظيفه ديال الرغبه، كل شيء تقاس. كما عاني يخصها تمشي في المرحله الاولى بوحدها، وإذا لقات بأنه صعيب تمشي لعند اختصاصيين، ماشي باش تعالج الإدمان في المساس على الفرج، لا لا لا، تمشي ما أكبر، هذاك راه غير سامبتوم، هذاك راه غير لا تيت فيزيبل دو لايسبيرغ، هذاك الجبل ديال الثلج يبين الغرس ديالو، اللي خافية أعظم. لقائنا بكم مستمعنا مازال مستمر دائما في برنامجكم بكل وضوح، رفقة الكاتب والباحث في تحليل النفس علم النفس بروفيسور مامون مبارك الدريبي. غادي نتوقفوا مع فاصل نرجعوا نواصلوا باقي المكالمات والاس ام اس للرقم 508. نرجع بروفيسور نواصلوا باقي المكالمات اللي معنا اليوم. معنا نادية. الو، اذا معنا الو 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 نادية من الدار البيضاء. مرحبا لالا. مرحبا مرحبا. وعليكم السلام. نادية من الدار البيضاء 52 سنة. مرحبا. أنا فرحانة بزاف 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 اللي اتصلت اليوم لأن هذه أكثر من عامين وأنا تنحاول باش نتصل. أولا تنشكر لالا سناء وتنشكر ميد غاديو على هذا البرنامج الناجح. مرحبا. أما الأستاذ أستاذنا الكبير شغنقول لك أستاذ، أحيي فيك الشجاعة ديالك أستاذ، أحيي فيك الشجاعة على تطرقك المواضيع بكل صراحة ووضوح دون نفاق اجتماعي دون نفاق. بصراحة أستاذ تنشوف فيك مجاهد، تنشوف فيك بحال إنسان ركب على عود البيض وكيجاهد. أنت مجاهد أستاذ، تجاهد أستاذ الجهل مع الاسف اللي عايشين. وتنشكركم تنشكركم تنشكركم بزاف بزاف. بارك الله فيك هادي. شكرا ورسول اختي حبيبتي الله ورسوله. فوالا انا اسمحوا لي شويه مرتاحه مع خوتك. لا مع خوتك. فوالا الوغ كنت متزوج انسان مده ديال 25 عام. انسان شغنقول استاذ ما فيه حتى شي صفه من صفات لا الرجوله ولا الانسانيه ولا الشهامه ولا الابوه ولا حتى شي حاجه يا استاذ ما فيه مزيانه. من الناس يا استاذ اللي كيحكمهم نص الثاني اسمح لي. لا لا قولي غير الشبر الشبر ديال البطن والفرج. راه حنا عارفين كود بين. ايها كود بين عند بعضين رجال ونساء عندهم واحد الكود بين لاصق لهم في فلاكس التحتاني ما بين البطن والفرج. كود بين معروف. وهو استاذ عنده بواحد الطريقه يعني انسان مراهق مع العلم انه عنده حاليا تقريبا 69 سنه. لا لا نادية علاش بقيتي صابره 25 سنه؟
بقيت صابره استاذ لان عندي معاه بنت عزيزه وحده وانا حياتي كرفت هذيك البنت وتنقول انا مصبر ماشي مشكل. المشكل بنتي تعيش مزيان، المشكل نوفر لبنتي الجو اللي تعيش فيه. بنتي ما تعيش بلا باها، بنتي تعيش في اسره، بنتي تعيش في. ولكن استاذ صبره صبره توصلت لحد اللي بنتي ما كاينش حاجه اخرى انا اللي سمحتي لي نقولها لك. نعم استاذ. انتم بعض النساء كتصيبكم النيه ديالكم واحد كإغراء كتظنوا انكم تقدروا تغيروا الواحد. كاينه هذه العلامه ديالك؟ ضليت اياها استاذ، ضليت حيت هذه لقيتها بزاف عند الناس. اياها استاذ، اياها كتظنوا انه تقدروا تغيروا الواحد. ضليت استاذ اني ملي غادي يشوف هو صبحيات اللي درت على قبله، ملي غادي يشوف هو اني استاذ وحق الله العظيم استاذ بدون يعني ما نقولش كنت تقريبا انا كنموت باش هو يعيش. حسبنا الله. هو وبنتي. وكنت تنقول دابا واحد النهار غادي يقول وغادي يقول هاد الانسانه راه ضحات راه دارت راه دارت. وما كنتش كنبغيها استاذ يدير لي انا شي حاجه. انا غير بنفو غير بنفو. لا نادية ولكن نعم. ولكن نعم. غادي نلقاو ليها عذر. شنو هو هذا العذر؟ نعم استاذ. العذر هو الاضطراب والمرض النفسي الخفي اللي قليل اللي كيتقبلوا واللي كيبغي يشوفوا. نعم. حنا المغاربه وحنا في العالم العربي راه مراد بزاف بالاضطرابات النفسيه. ولكن القليل اللي كيتقبلها القليل القليل القليل. فالعذر فين غنلقاوه ليه؟ علاش انا كتسمعني كنسميه جيل معطوب؟ راه باش معطوب، راه جا من هذاك الجيل مريض نفسانيا. كاين امراض تروبل بيبولير، كاين امراض سكيزوفرينيا، كاين امراض سيكوتيك، كاين امراض عسيره العجب العجاب في الامراض النفسيه. راه بعض الناس ما عارفين حتى واحد في المهم هذه الامراض. حدو تيعرفوا مع الصب ولا فيه مسلمي؟ اش كيعرف؟ اما راه كاين من غير مع الصب وفيه مسلمي كاين امراض. والامراض النفسيه بحال الامراض العضويه كتجعل الانسان يتخسر ليه الذوق. دابا واحد فيه الحلاق على غادي يبقى يدوق لك الحريره ويدوق لك كيولي كلشي باسل. راه الامراض النفسيه كتخسر الانسان القدره العاطفيه، هذا هو دورها هي كتضرب. والامراض العقليه كتخسر لك الكفاءات ديال العقل ديالك، ما كيبقاش الانسان عارف يحسب، ما كيبقاش الانسان يعرف يقرا، ما كيبقاش الانسان يعرف يتكلم. فالامراض النفسيه كتقيس القدره العاطفيه، والامراض العقليه كتحيد الكفاءات العقليه واليدويه بالادوات. ما يبقاش يعرف يسوق السياره، ما تيبقاش يعرف يخدم في التليفون، ما يبقاش يعرف يخدم في الحساب ديالو. هذه الامراض العقليه. اما الامراض النفسيه راه تيبان لك الانسان تياكل كيشرب، هذوك راه دي سيستم دي فونكسيون خدامين. المعده كتعيط على الماكله، الامعاء تيعيطوا على الفيتامين، الجهاز ديال التناسل تيعيط هو كجهاز. واحد المراهق واحد النهار كتعاود لي امه قالت لي ناض مع الخمسه الصباح وهرب لهم الشر. هرب فيقلبوا عليه في الدار ديال الخطبه، لقاوه في محطه ديال القران غيركب وغادي يهرب. علاش؟ لانه فاق لقى العضو ديالو في واحد الوضعيه. ما عمر الدري وصلت ليه معلومه بانه في المراهقه راه غادي ما عارفهاش. فاق لقى في الجسم ديالو واحد الحاجه هرب. تخيل قدامي تيبكي تيقول لي ناري هذاك الشيء كيتحرك ناري. قلت لها وليدي اش من ناري اش من ناري يا جي ها بشوية. ما عمر بوه، ما عمر خالو، ما عمر خوه الكبير، ما عمر مشرحوا لي الدري فاق الصباح لقى راسو مراهق، لقى راسو راجل. هرب هرب هرب. فهذا الطفل المراهق اللي ما عندوش معلومة، ها هو حدث في العضو، حدث في الجسم، خلعوا هرب. واحد كبير معطوب تينعس في الليل ما تينعش. تيبات يتصارع مع الكابوس، تيبات يتصارع مع الأمراض. تيفيق الصباح خصو يكمي ولا خصو يشرب ولا كاين اللي انا كنعرف اشخاص اللي كيشرب الشراب الصباح بكري كيفطر بالشراب ما عندوش قدره باش يهضر خصو يشرب الشراب. كاينين في عائلات والمساكن الناس ساكتين كيتساينوا هذاك باهم ولا هذاك خوهم حتى يشرب هذاك القدر ديالو الصباح يا الله باقي ما فطرش. ولكن باش تقول ليه سير عند نيغولوج ولا سير عند بسيكولوج ولا سير عند سيكياتر راه ما يقبلهاش. ولكن يشرب الشراب الصباح بكري عنده عاديه. راح تملك تلقى الجهل
مع المرض وبجوا راه مصيبات. كي يكون واحد مريض راه مصيبة واحدة نري جاهل، وهذا المصيبة راه كيكون قاري وعنده ديبلوم وعنده، لأن العقل بميل مليار ديال الخلايا راه تقرا، فكيشد هو هذاك لاكريكا ديال الديبلوم ديالو ولا ناجح في المقاولة ولا رحمة من ربك الله سبحانه وتعالى كيرحم العباد، كياخذ هو كما لاكريكا بأنه إلي نورمال، ما كيشوفش اللي حداه. فهنا مسؤولية ديال 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 لنانيا ولا بحال ستي دوينا مع هذيك النهار اللي الراجل دعاها نوبة الأولى ودعاها نوبة الثانية وجاب البوليس ومطلق ثلاث العيالات وقيامة قيامة السيدة مسكينة مبلج مبلج في العاطفة وكتهضر معانا عادي، عفاك أستاذ نصحوني راه راجلي دعاني 160 ألف مرة وجا عندي العون مليار المرات وما كاينش الفلوس ما كاينش مودة ما كاين والو، كيفاش ولدي عفاكو يمكن ليا نقريه وكيفاش ولدي ما يكونش مضطرب. بركان جالسين فوق بركان بركان غنتهزو كاملين، وواحد تيقول لك عافاك قول لي كيفاش نصيفط الكيسات بركان غيطرد كاع لاطاسيل تما كنا غنمشيو في الخير مخلي، واحد كيقول لك عافاك الله يجازيك بخير الو استاذ دريبي نعم لا خليك هذاك النمره اللي كتصيفطو فين كتسكن اشريف انت، انا راه ساكن فوق بركان ودابا راه غيطردك، هي غنبداو نقولوا ليه وغدخل رقم 50 ما عرفتش شحال ديال الازمات 50 80 ولا لقيتي السيرفور عامر وبركان غيطردك. تخيل شوف شوف شو الحماق شو والو العقل ما بقاش خدام والو والو. وفي خبارك راه كاين واحد المرض تعرفوه ان شاء الله الدكتور يسولوا عليها اللي ما تيبقاش الانسان عنده وعي بالخوف، كتحبو شجاع كتحبو صبار وهو راه ما بقاش عنده وعي بالخوف، فهذوك الناس راه يمشي يشد عقرب بيدو ويمشي يشد لفعه حتى كتعطيه واحد الدقه وتحيد ليه دراعه وتلوحو الارض عاد كيوعى، اما ما عندوش حيت في خبارك في الدماغ ديالنا عندنا جوج ديال الحلاقم، خبارك عندنا جوج ديال الليمان ديالهم سربوا هنا هنا هذوك لا فونكسيون ديالهم تيبقاو يسرسروا ملي كنتخلعوا راه هما اللي كيقفزونا. تخيل كاين بعض الاضطرابات النفسيه او العضويه اللي ما كيبقاوش يديوا الوظيفه ما كيبقاش يتخلع، تخيل معايا باثولوجي كتزول لك الرادار ديال الخلع، ما بالك على حب الالم نري شنو هي لامور دو لا موربيديتي عند لي مازوشيست، هو كاين اشخاص اللي كيتلذذ تخيل عنده النشوه انه يعيش مصيبه، شتي هو يخرج من المصيبه ما كيبليش لاباس، شتي يفيق شي نهار ويلقى السما صافيه والجو جميل وواديع والطمأنينة اللي ما يحملهاش هو يتخاصم مع راسه هو بوحدو، راه كاين دي بيغسون اللي هكا. فاحنا دورنا ماشي نعطيو الجواب بحال دي زوتومات، حنا ماشي بحال سيرفر تيقول ليه عافاك الجواب ونقراو ليه الجواب، ولا راه كنتفاعلوا مع الوضعيه كنقولوا الشخص يا خويا تنوض راه ماشي انت بوحدك كان بوحدو وشغلو هذا وراك زريعه. فهنا كمسؤوليه اجتماعيه حضاريه فكريه راه خاصنا نتشارقوا مع بعضياتنا على وجه الدري الصغار للور اللي واكل العصا. فهاد الام ضنات انها غتوفر البنت هياك وشي في حقيقة الأمر أداتها، لأن الله ما بنتي تسخط حيث مطلقين ونحميها، أو لا نخلي لها الوهم ديال الصورة العائلية الوهمية وجهنامة في الدار راه معمر تهلكر المرأة ما تهمينش ولا بياتهم الصداع والحب هذه الدنيا هذه غادي ما قادرش تنام وما قادرش تتزوج وتستعد بزواجها الجحيم اللي عاشته في الدار ما بين مهوبة وخوتها. قالت لي الراجل عمر قالت لي كيرجع لي الفيلم كل داكشي اللي تعيشو في الدار وكنتخيل هذا الشيء اللي تعيشو في الدار نقدنا هاد البنت هادي وديك الساعة معناتها وصلت هذيك اللي قراها مهما لقيت هذيك اللي قراها.
عتيقة من ثلاث سيدي بالنور. ألو عتيقة. السلام عليكم. كيداير؟ وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي عتيقة. تبارك الله عليك الأخت سناء وتحية لكم. بارك الله فيك. شكرا. مرحبا للعتيقة. كيداير الدكتور لاباس؟ لاباس محمد حمادي ديال مرحبا. انا اللي كنتصلت بك نهار تصبت على قبل ولدي قلت لك على مع الكره. أيوة. وكان وقع شي غلط وقلت لي ودرتي في سيدي معروف ولكن انا راه سيدي بالنور ماشي سيدي معروف ماشي مشكل. أيوة. سيدي بالنور راه ولكن خصك دابا تهبطي الجديده راه ها مشكل. انا اللي بعيده على سيدي بالنور اصلا من 6 كيلومتر هذا باش نبدا على الجديده. انا فوقاش ما كيمشي يلعب تيبقى يدير هاد الحاله ديال الغوات ويتعصب ويجري وكيتعصب وخصوصا الا كان لعب مع شي حد وما ماركاش البيت او ما حرفش فيه مزيان كيضطر انه يضربوا على وجهه. مالك انت ما كتشوفش واش انت عنيتي؟ انا وليت والله قاصه الدكتور ما كيخلعني بهذيك الحاله. لا حول ولا قوه الا بالله. هنا ملي كاين هاد الحاله اللي فيها هاد العنف وفيها التوتر غادي نرجعوك للستوندار غنعطيوك التليفون ديال بيدوبسيكياتر وخذ معها معين وجيب ولدك الاستشاره طبيه بعدا باش تشخص ليه الدكتوره على اساس واش كاين شي حاجه نفسانيا ولا شي حاجه اخرى. اما ملي 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 دار التشخيص خصنا نستغلوا هذه الهوايه غير خصنا ناثروها بحال شي واحد عنده ميول كبير الانترنت ولي جو ديال الانترنت راه الا استغنينا هاد العرف جامعه بريطانيه طلبات من 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 مهندسين انهم في لي جو ريزو هذوك ديال الكومبا اللي كيعرفوهم لي جون يدخلوا ليهم دي نيفو اللي فيهم اللوجيك اللي فيهم الماتيماتيك اللي فيهم حوايج ديال القرايه وسط هذاك لو جو وكتستغل. وحاليا هاريسون فورد داير فيلم هائل راه يلاه خرج دابا حاليا في السينما دابا غنبداو نديرو واحد روبريك سينما اللي العالم غادي يحارب واحد القوة غتجي من الفضاء والجنود هم أطفال اللي تيسيروا قوة عالمية من خلال لعاب إلكترونية. شوف العبقرية ديال الميتوغونسلان الأمريكي أنه ما بغاش يخلي لي جون ريزو ياكلوا لهم العقول ديال ولادهم فجعلوهم يكونوا أبطال وجابوا ترسانة ديال ليزيفي سبيسيو واحد الفيلم هائل كنصح به كاع العائلات يشوفوه مع وليداتهم اللي البطل هما أطفال تيسيروا ترسانة واحد القوة عظمى قداش كيلعبوها أطفال في واحد لي جو أون ريزو بالخفة ديالهم بالعرف ديالهم غادي ينقذوا البشرية من واحد الحبر هائلة. فشنو المغزى؟ هو سير دائما مع الميول ولدك ما تقاوموش لأنه هو غادي ليه غادي ليه إلا مشيتي حتى بلوكيتي غادي يهرب لك من يدك ويمشي لك كونتخور. غير خصنا نوصلوا حنا بعدا كآباء نعطيو وقت اللي نفهموا شنو كاين في هذيك اللعبه اللي مشي لها ولدي. فهنا هذا الابن هنا تشخص ليه بعدا مع البيدوبسيكياتر شنو كاين، ربما تكون عصبيه ربما تكون ايبر اكتيفيتي الله اعلم شنو غادي يلقاو، ولكن خصنا نستغلوا هذا الميول هذا ماشي نشدوه ونبغيو نبريوه منه. لا راه كاين عنده غرض علاش مشى للكره، واش عنده شي عمو كيلعب، واش عنده شي خالو كيلعب، واش عنده شي صاحبه، واش عنده شي مهم شي حاجه عنده بها غرض. الا استطعنا نوصلوا لهذيك الحاجه ونحركوها غادي نبقاو من الكره نقريو، من الكره نجيبوا الاستقامه، من هذيك الحب ناثروا الحياه ديال الطفل. اخر مكالمه معنا اليوم ليلى من صراغنا. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيداير الدكتور لاباس عليك؟ مرحبا لاله ليلى. اختي سناء لاباس. الله يبارك فيك. تفضلي. واخيرا يسر لي الله قدرت نهضر معاك. الحمد لله. مرحبا بك. مرحبا. عرفت انا المشكل ديالي مع بابا. بحالاش؟ يعني من الصغر ديالي هو كيتخاصم مع ماما وكيضربها. لا حول. يعني ملي كنعقل هو كيضربها وقدامنا يعني كينوضوا صداع قدامنا حنا. ملي كنا صغار. صافي انا دابا كبرنا ولحد شحال في عمرك ليلى؟
عندي 23. المستوى الدراسي؟ عندي دابا دوزيام اني في ليسيا كونتابيليت. وشحال بيكون في الدار؟ حنا 6، 3 البنات وثلاثة البنات. وباقي هاد الشيء لدابا باقي باكتي؟ مازال لحد الان. يلا دابا ثاني دخل دابا الدار، ما بقاش ماما مزدر غدا بكري وبداو كيتغاصوا بينات. يعاير فيها ويسب فيها ويضرب فيها. علاش ما توجديش ليا غدا بكري وعلاش هادي وعلاش هادي؟ وانا لا غير كنسمع دابا غواسم كنولي كنترعب. احسن عوان كنتي. ساكنة معاهم في الدار؟ في الدار دابا كنتسنى غير ناخذ ديبلوم، ما بقاش جالسه في الدار. وخوتك الاخرين ما كيدويوش معاه ما والو؟ ما يمكنش تدوي معاه، ما كيتقبلش حد يدوي معاه، تدوي معاه يعنفك يقول لك ما انا هكا داير ماشي شغلكم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وواحد المره ضرب مامو وهي حامل، يعني دحا في الارض وبقى كيضربها. حسبنا الله ونعم الوكيل. شحال باقي لك بنتي باش تكمل قريتك؟ دابا عندي دوزيام اني. شحال باقي باش تكمل القرايه؟ صافي غير هاد لها. وناويه ان شاء الله شنو دير ملي تكمل؟ ما عرفتش، غادي نقلب ديستاج ضروري ونقلب من بعد على خدمة. تما نيت في قلعة سراغنا ولا في مراكش ولا فين؟ لا في مراكش، ما نبقاش ما نقدرش نبقى معاهم. الله يحسن العون، الله يحسن العون. كتمشي مرة مرة لمراكش بنتي؟ كنمشي كنت اصلا متبعة مع السيكولوج في مراكش. ومشيت عند السيكياتري يعني قبل في الرباط. وعطاك شي ادويه ارتحيتي شويه؟ ارتحيت الحمد لله، ولكن من بعد دابا هذا العام وذاك العام اللي قبل يعني نفس المشكل. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. والبسيكولوج اللي في مراكش قال لي خصك تجيبي معك باباك، هو قال لك لا هذاك سيخاف انا مشيت عندك. اودي اش غتجيبي؟ غتجيب واحد؟ لا حول ولا قوه الا بالله. قال لي داوي راسه، ما داوينيش انا. بزاف قال لك انا على اي واحد بزاف عليكم ما مريض ما حتى حاجه. هو شوفي بنتي ليلى، كاين جمعيه في النواحي فاس، غادي تخلي لي التليفون ديالك ياك. هاد الجمعيه كيشرفوا عليها ناس من الصالحين، اللي غيمكن لك تلقاي حي جامعي فين تسكني، ويمكن لك تكمل قرايتك، ويمكن لهم يساعدوك حتى انك تدوز البيرمي وحتى انك تمشي تخدم. غتخليها بنتي التليفون وغادي نتصلوا بهم الى لقينا شي بلاصه باقا عندهم، راه غادي يربطوا معاك الاتصال وتمشي لعندهم تما الفاس، وتمشي تدي الوالدك تعرف فين كاينه وتحيدها بنتي من تما. هذا هو فراغ المؤسسات اللي دويت عليه في الاول الحلقه، ان البلاد العربيه ما عرفاتش تبني مجتمع وتمشي من الناحيه الامنيه ومن الناحيه الماليه الاقتصاديه ومن الناحيه الاجتماعيه، خلاو ثغره كبيره في الباب الاجتماعي. فدابا هنا شنو الحل؟ تمشي هاد البنت للمحكمه، ما غادي يقدروا يديروا معاها والو. فاش غتمشي فين غتمشي؟ تمشي تشكي عند وكيل الملك؟ واش غادي نديروا؟ غادي يقدروا يعيطوا عليه يوبخوه، ولكن يخرج يقتلها. تقبلش يخرج للدار في العشيه يلوحها في الزنقه ويقولها برا. شنو هو الحل؟ اما هنا الحل، لو كنا بغينا ناسسوا مجتمع عادل، خص هذا يتجبر يمشي للسبيطار اجباري. خص كون كان عندنا مؤسسه اللي كاين فيها واحد المساعد الاجتماعي اللي جا عندو الدار، السلام عليكم اسيدي مزيان، هادو ولاد المجتمع المغربي، هادو ولاد ماشي ولاد كتا. لا انت غير زريعتك درتيها هنا، ما دابس وحولها للمجتمع المغربي. شنو وضعيتكم النفسيه في هذا البيت؟ شنو وضعيتكم كذا؟ شنو وضعيتكم كذا؟ اياه دابا نعم السي عندك جوج الحلول، زيد في حالك او العلاج. يلا اختار. الانسان غيشوف راسو غيمشي يزد بحالو بوحدو يبدا ساكن، وملي يزيد بحالو نتبعوه في ملف ممنوع الزواج، حيت غيمشي غيجيب فيكتيم اخرى، غيمشي غادي يمشي ينصب عاوتاني على شي ناس اخرين كيقادو وجههم ويلبسوا جلابه ولا يلبسوا شي كوستيم ويبان لك مزوق الحال، وينصب على عباد الله مع الناس باغيين يزوجوا بناتهم. لا خاص يكون عندنا بحال في شون تروبوميتريك في المحكمه ديال الاسره، هذا السيد هذا مجرم عاطفي. شتي؟ إذا بغينا نوصلوا للعداله الاجتماعيه، هذا مجرم عاطفي، لان احنا مازال عندنا المعيار الاجرام والدم. تكيطيه يسيل الدم وتكون جريمه عاد كتحط في لافيش انتروبوميتريك. ما عندناش تسجيل للجريمه العاطفيه، الجريمه المعنويه خاصه هي تسجل.
فالنهار اللي يمشي يتزوج ويلقى في المحكمه ويكون عنده علم، دابا حتى كندير شويه السيونس فيكسيون في المجتمع، انا مزيان شويه نخرج شويه على الواقع. تخيل كون حطوا هاد المسطرات هادو، تفرج غتلقى غدا حاني راسو غادي عند الطبيب. إذن لقاءنا بكم مستمعنا مازال مستمر دائما في برنامج بكل وضوح. فاصل غادي نمشيو مباشرة لقراءة الاس ام اس اللي كنتوصلوا بها يوميا من عند كل المستمعات والمستمع الاوفياء لبرنامج بكل وضوح على ميد راديو دائما على الرقم 5080. تواصلنا المباشر معكم مستمعنا مازال مستمر دائما في برنامجكم بكل وضوح. غادي نمشيو لقراءة الاس ام اس واللي غادي يجاوب على اكيد البروفيسور مامون مبارك دريبي الكاتب والباحث في التحليل النفسي وعلم النفس. اس ام اس تيقول البروفيسور الاول اللي غادي نفتتحوا به امل من اسفي 25 سنة وصدى ديال الرياضيات، وكتقول انا يعني كنبغي واحد الشخص ومقتنعه به 100% وما عرفش كيفاش غادي نقلع الوالد ديالي بلا ما نقلقوا مني. الوالد الباب ديالو هو الام، فاللي خصها تقنعها هي الاولى هي امها. خاص يبقى واحد المساحه ما بين الابناء والاب، هذيك المساحة ما تيحش براسو أنه مجبر يقبل. حنا في الثقافة العربية الإسلامية الأمازيغية عندنا واحد البروتوكول خصنا نحافظوا عليه، واخا الأب يكون مرافق ولادو وتيضحك معاهم وقريب منهم، كتبقى واحد الصيغة ديال الحشمة والوقار اللي هي جميلة في الثقافة العربية الإسلامية الأمازيغية خصها تبقى. فنصيحتي لها الباب الكبير والقريب وامها، تشرح لامها تقول لها ماما راه واحد السيد تقدم ليا وانا قبلت عليه وموافقه وحشمت من بابا، عافاك ماما شوفي انت بطريقتك. تخلي الام ديالها راه هما بوسائلهم النساء تعرفوا، ما تمشيش دير هاد لا مودرنيتي بابا شيري جو ديسكوتي افيك توا، يقدر هو ما يلقاش المساحه فيني، حيت ما خصهاش نجي لواحد نقول لها كسني هنا. إلا بغيت تاخذ رأيي خلي ليا الاختيار في نعم وفلا. أما إلا جيتي قلتي لي عافاك بغيت نعم، ماشي رأيي هذاك، هذاك خضعتيني. فخلي ليا الرأي نعم أم لا. هو راه بنته باغي ليها الخير، راه ما ولدنا البنات غير باش نزوجوهم، ولكن خلي ليه وقت فين يشرب هذه المعلومة. الأم هي الدور ديالها باش توصل ليه هذا الشكل، هذه المعلومة بالشكل ديالها هي. نصيحتي ما تمشيش لعند الأب ديريكتومون، تمشي ندوز عن طريق الأم. اسمس اخر من عند ساره 25 سنه كتقول عندي باك بلس 3 je travaille depuis un an stable je suis en relation avec un mec depuis 2011 relation sérieuse à chaque fois qu'on parle de mariage il donne des excuses il y a des problèmes des moyens mais et maintenant la situation permet qu'on se marie mais il essaie toujours de décaler راه السميه اللي نعتاتو راه كاينه ما قالش شو راه سميك النوم قال شو هو سابق أميك أميك راه ميكا حاجة ميكا اش بغيتي تخدم لك اللي كيخدم هو الهند هو الذهب هو الخشب الصحيح ما ميك ميكا هذا هو الزواج اللي ما كيصلحش هو هذا شتي بنتي الزواج راه الراجل هو اللي كيطلبه ملي صبحات المراه هي اللي تتسهل وتتبسط وكترغب وكدير الماركتينغ ودير الكوميرسيال وتدير حتى الفينونسمون، راه كاين مساكن اللي كيعطيو من فلوسهم باش السيد يجي يدير العرس، هذا ما هو زواج ما هو والو. مرحبا. اسمس اخر من عند ورده من فاس 34 سنه هذه 7 سنين باش تزوجت عندي ولد عنده 3 سنين راجلي في الخارج انا مره عند دارنا مره عند دارهم عييت من هاد العيشه ما بغاش يشري ليا وما بغاش يكري ليا وتيقول لي دائما ملي تيجي على انه تيخاف عليا نسكن بوحدي يعني وكيقول لي وفي كل مره غادي نديك ولكن ما كاين حتى شي نتيجه. هذا الامر كيعيشوه بزاف ديال النساء في المغرب وفي البلاد العربيه. هذه ثقافه مازال ما لقيناش ليها الطريق، انه كاين ناس اللي كبروا وسط امهم وباهم وعماتهم وجدودهم، كبروا في العائله الكبيره تيبغيو يتزوجوا ويستمروا في النمط ديال العائله الكبيره، وصبح عندنا فرضيات الوقت المعاصر اللي
كل مرا وراجل كيبغيو الشقه ديالهم بوحدهم. فهاد النمط الحديث انا في رايي ما خصوش يكون ضد النمط التقليدي ديال العائله الكبيره، خصنا نبقاو مستمرين. هنا كل واحد وشنو جايب من تخيلات، وشنو جايب من 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 احلام، لان راه الحلم هو اللي كيخنق الواقع، وعدم تقويمنا للقدره كاين الواحد اللي كيسحب راسو قوي هو ضعيف. فهاد الشيء كله ترتيبات في الاول. البنت ما غتزوج واش قادره تعاشري نسابك وتعاشري العائله ديال راجلك وتستقري معاهم؟ واش قادره؟ ماشي واش غتسلكي باش تزوجي وتقولي قادره. خص يكون واحد الصدق، الزواج كيبغي الصدق، ماشي عجبها السيد نزوج ومن بعد عاد ندبر المشكل. اندفاع. لا، خصني نشوف المشاكل اللي غادي يجيوني واش قادر عليهم، ولو انه باغيني هو ومسهل عليا الزواج. فهاد الاشكاليه ديال الصدق حنا في المجتمع ما عندناش. انا عندي واحد الحباب من الفاميلا حضروا واحد العرس، قالوا لي واحد الامر اللي خنقني مابقيت قادر نتنفس من يعاودوا لي. قال لك العريس كيجيو عائلته تيقولوا له ونوض دابا وضحك. قال لك وكيشوفوا العرس كاين وكيدير كيضحك. وقال لك عاوتاني شي تقول عائلته دابا هو جلس وسد فمك. قال لك تيريح وتيسد فمه. وشويه ناض كلا ومشى ريح بالمرقه، وجاو قالوا له ونوض غسل يدك، ومشى غسل يده ورجع قالوا له جلس وضحك. تخيل بعد هذا راه يتزوج دابا هذا. هاو جالسين داها وداها والله تا غيخلاها وداها وداتو ودات خلات ضربوها، وغدا تشوفو تساطيا، وغدا تشوفو القيامه نايضه. وتخيل ملي واحد ما قادر تيغسل يدو براسو، ما قادر تيضحك، ما عارف كاع واش عرس ولا كنا زواق. اذا شنو هذا؟ قدره كاينه، قدره كاينه، هذا قدره ديالاش ماشي المرحاض. عائله المراه دابا ما كيشوفوش هاد المصيبه هادي، ما يعرفش شي واحد شجاع يجي يهز بنتهم من فوق العماري ولا جاي بنتي الدار زيد بحالك زيد زيد. سير اولادي الله يشافيك، سير اولادي تفك منا، سير بعد منا، سير. لا جالسين وطامو كيجاك وغزا على خالتي الله الا غزا شو تبارك الله نابو بيض تبارك الله الطاوله. شوف شوف الجهل. سولوني هاد الناس العائله قال لي شنو رايك؟ قلت لهم المجرم الاجرام منين جا؟ شكون هو المجرم الحقيقي؟ هو اللي عطى الاذن للزواج، هو اللي كتب الكارت. هذا هو المجرم الحقيقي. اللي ملي ما يجيك واحد تعطيه اذن الزواج، مع احترامي لحبابي القضاة، راكم حبابي، ولكن راه كاينين شي ناس اللي ما تيتفقدش شكون السيد، ما تيقلب كيدير القوة العقلية ديالو، ما كيقلب كيدير والو، عاد جير ورقة يسني ويدفع. وفي الاخر تنلقاو المشكل الطامة الكبرى في المجتمع. ملي واحد هكا ما قادر تيضحك، ما قادر تياكل ويغسل يدو، هذا غير عافية ربي شي ولادة. غدا ملي غيخرج لنا ولدو من الطار شكون اللي غادي يقابلو في المجتمع؟ واش حنا ما حاصلين غير مع اللي كاين نزيدو الخلف فوق الخميره؟ هذاك العدول هذاك اش كيتسمى عدول؟ راه جاي من العدل. واش العدول ملي مشيتي هزيتي البطاقه لعند السيد سميتك ولدي شحال في عمرك؟ شنو خدمتك؟ ما تعرفش تسول، ما تعرفش تقول لهم سمحوا لي الله يخليك انا ما نكتبش الكارت اليوم. علاش ما نديروش هاد الشجاعه عباد الله بعضياتنا؟ علاش؟ علاش غادي دابا نجنيو على واحد البنت اللي مسكينه ما قراوها والديها، ما عرفوها ما والو، جاو زوقوه ليها وحطوه ليها، هي عند بالها راه هذاك هو نورمال، هذاك هو، هذاك هو العادي. فوقاش غتكتشف هذيك ماشي عادي؟ حتى تكون حملات ولدات. حق المجتمع عار على من عباد الله؟ المجتمع المغربي عار على من؟ فهنا خصنا نكونوا فاهمين هذا الامر هذا، بانه راه الزواج راه مسؤوليه ديالنا كاملين، ماشي غاديك البنت مع ذاك الراجل كيمشيو يتلاصقوا ويتموا جايين. كنشكر كل المستمعات والمستمعين الاوفياء لحسن المتابعه والاستماع للبرنامج بكل وضوح. لكم تحيات كل من سامح حاشوي في استقبال مكالماتكم الهاتفيه، وفاء فائز في الاخراج والبرمجه الموسيقيه. دائما بقوا اوفياء الميد راديو الاذاعه القريبه منكم.